بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ملعب سي بي سي 2 في كل مكان، اهلا بكم. النهارده حلقه جديده، حلقه الجمعه. كالمعتاد بنقول ان الجمعه حلقه حصاد، ولكن في احداث بتفرض نفسها بشكل او باخر. بالتاكيد لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات. الانتخابات التي صارت هي حديث الصباح والمساء في كافه ارجاء الوسط الرياضي بشكل كامل. كل من هو قريب، كل من هو متابع للشان الرياضي يعلم جيدا اهميه تلك الانتخابات في دعم الاستقرار داخل الانديه. طالما ارتضينا الانتخابات، طالما ارتضينا للصندوق، فليفوز من يفوز ويأتي من يأتي. في 9 أندية تقام فيها الانتخابات اليوم، من ضمنها الأهلي والزمالك الأكبر تاريخيا وإفريقيا والأعرق والأكثر حصدا للبطولات داخل هذه القارة السمراء. هنحاول من خلال برنامج الملعب ان هنغطي كل هذه الانتخابات من خلال مراسلينا في الأندية المختلفة. بالتأكيد فتح باب التصويت تم في كل الأندية وبتشهد شد وجذب وفي كلام كتير. يمكن خلينا من البداية نروح لأجواء انتخابات السويس. حسن غنيمة مراسلنا هناك، أهلا بك. غنيمة متألق، يعني النهاردة انتخابات نادي منتخب السويس حضور رائع جدا. النهاردة حضر عدد الحضور كان 471 من أصل 582 عضو بيحق لهم الحضور والتصويت على انتخابات نادي السويس بنسبة 80% حضور. النهاردة في 18 مرشح بيتنافسوا على 10 مقاعد بعد حصول أسامة المشي على مقعد أمين الصندوق بالتزكية. لجنة الإشراف على الانتخابات النهاردة في النادي برئاسة الكابتن سعيد هيئات بتباشر عملها من الساعة 10، والصناديق قفلت والتصويت اتوقف تماما في تمام الساعة 5 بالظبط. النهارده يعني ما كانش فيه، الحمد لله اليوم عدى بشكل رائع جدا. كانت بعض المناوشات من بعض الانصار بعض المرشحين بشكل بسيط، لكن الامن تدخل وفضها سريعا، ما حصلش اي ما يعكر الصفو. النهارده بتعتبر النهارده حضور الجمعية العمومية ولا اروع بعدد يفوق الاعداد اللي حضرت قبل كده. خليني اسرد لك بسرعه اسامي الناس اللي نازلين النهارده كمرشحين على مقعد الرئاسه. نازل محمود عثمان اللي هو رئيس النادي الحالي للنادي، والمهندس اسماعيل بدره رئيس النادي السابق، دول اثنين نازلين على مقعد الرئاسه. ايضا مقعد نائب الرئيس نازل المهندس محمود الريدي والكابتن محسن خليفه. على مقعد العضويه نازل 8 مرشحين، هنختار منهم 5: الكابتن حسين رمزي والكابتن احمد متولي، يوسف عثمان، محمود عطوه، باسم السيد، وسعيد ادو، ومحمد فطوطه، وحمدي عبد السميع. على مقعد تحت السن في 4 مرشحين، هنختار منهم 3 اللي هم محمد الخضري ومعتز سليم وطارق الفار وبسام حسني. احنا حاليا شغالين في الفرز بقالنا حوالي ثلث ساعه، تم فرز حوالي اكثر من ربع عدد الحضور، والنتيجه هيتم اعلانها بعد اقل من نصف ساعه النتيجه النهائيه. وان كانت المؤشرات هم 4 لجان ب4 صناديق، تم الانتهاء من فرز الصندوق الاول. اللي فاز في على مقعد الرئاسه المهندس اسماعيل بدره والكابتن والمحاسب محمود الريدي على مقعد الرئاسه والنائب، ولكنها في النهايه مؤشرات اوليه لنص الفرد حتى الان. فاضل ثلث ساعه ونعلن النتيجه النهائيه، وهكون معاك الدكتور علاء ان شاء الله عشان اقول لك التفاصيل النهائيه ان شاء الله. شكرا ليك يا حسن، بالتاكيد هنرجع لك تاني عشان نتابع انتخابات السويس ونشوف ماذا يجري هناك اثناء سير العمليه الانتخابيه ومن الفائز برئاسه والاعضاء. هنرجع لك بالتاكيد. خلونا في البدايه نرحب بالدكتور ايهاب الكم بشركتي في تقديم حلقه اليوم. دكتور ايهاب اهلا بك. مساء الخير علاء، مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان. زي ما بنقول الملعب النهارده مختلف تماما، ملعبنا مختلف تماما النهارده. اول حاجه القضاة داخل الملعب مش هم قضاة الملعب، ولكن قضاة المحاكم. تاني حاجة اللاعبين مش هم اللي هيحددوا نتيجة المباراة في ملعب النهاردة، ولكن اللي هيحدد النتيجة لأول مرة في مفاجأة كبيرة جدا هم الجمهور. الجمهور اللي هم بيمثلوا أعضاء الجمعيات العمومية للأندية التسعة اللي بتجري فيها الانتخابات النهاردة. مش مهم زي ما علاء قال من وفق ومن لم يوفق،
المهم زي ما بنقول دايما ان الصورة تطلع حلوة بدون رتوش، بدون اي حاجة تعكر نقاء الصورة. صورة بتبرهن على جو الديمقراطية اللي احنا بنعيشه، احنا داخلين على انتخابات اكبر من كده سواء رئاسية او برلمانية، فدي النهاردة بروفة للي بيحصل بعد كده. عاوزين نثبت للناس كلها ان احنا شعب متحضر، وبالفعل احنا شعب متحضر، وكل اللي بيجينا من انباء متواردة من الاندية المختلفة بيؤكد ان الانتخابات بتسير في سيرها الطبيعي. عشان كده زي ما قلت مش مهم مين اللي هيفوز، مش مهم مين اللي مش هيوفق، المهم في النهاية زي ما قلت ان الصورة تطلع حلوة نتغنى بيها كلنا، نقول احنا المصريين بنثبت في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حين ان احنا شعب بيضرب بجذوره حضارة التاريخ. خلوني سريعا اروح لزميلتنا نانسي القاضي اللي بتتابع الانتخابات من داخل نادي الطيران. مساء الخير يا نانسي. نانسي زميل طبعا انا احنا موجودين دلوقتي من داخل نادي الطيران، ويعني عاوز اتكلم ان احنا موجودين هنا منذ الصباح الباكر منذ عملية بدء الانتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد يقود نادي الطيران لمدة 4 سنوات قادمة. يعني عاوز اكتر اضيف ان دلوقتي بيتم عملية الفرز، ابتدت الانتخابات من 10 صباحا حتى 6 مساء، ودلوقتي يعني قاضي الانتخابات بيأمر بخروج كل الأعضاء من داخل الخيمة الانتخابات يعني عشان يبدأ فرز النهاردة اليوم داخل نادي الطيران. ولكن خليني ان انا اضيف بسرعة ان في شوية ازمات حصلت داخل نادي الطيران هنا، بدايتها في مشادات كلامية بين بعض المرشحين على منصب رئيس النادي، يعني كانت مشادة كلامية وتدخل الامن وحلها. من جانب اخر كان في برضو مشكلة مع عضو جمعية عمومية مع موظفة داخل النادي، وتحولت لقسم الشرطة لأن عضو الجمعية العمومية لم يتم إثبات أي أوراق تدل بشخصيته. ده كل الأحداث اللي حصلت معنا هنا داخل نادي الطيران. ولكن خليني أضيف أن أبرز الناس اللي كانوا موجودين من المشاهير هنا كابتن محمد حلمي المدير الفني لنادي إنبي ونجم الزمالك السابق، طبعا لحد الآن تم تصويت 4000 عضو بما يقارب. وبعد عملية الفرز طبعا يعني على طول هقول لكم تفاصيل من داخل نادي الطيران أول بأول إن شاء الله. شكرا زميلتنا العزيزة نانسي القاضي، وطبعا مجهود كبير بيقوم به كل الزملاء النهاردة في الأندية المختلفة. أدي خلاص الطيران زي ما قالت نانسي 4000 عضو صوتوا حتى الآن، ابتدت الانتخابات من 10 صباحا وحتى 6 مساء بعض المشادات، ولكن ده أمور طبيعية جدا في الانتخابات، المهم الأمور كلها ماشية على ما يرام. هنطلع فاصل ونرجع أنا وزميلي علاء مرتضى نكمل معاكم النهاردة أجواء الانتخابات المشتعلة داخل الأندية التسعة المختلفة. مرة أخرى نتواصل أعزائي المشاهدين. بالتأكيد زي ما قلت لحضراتكم 9 أندية تقام فيها الانتخابات، من ضمنها الأهلي والزمالك أكبر ناديين في إفريقيا بالبطولات وبالشعبية وبكل المعايير. أكيد محتاجين نتعرف بشكل أو عن قرب عن الأحداث وكيف تسير العملية الانتخابية في النادي الأهلي. هاتفيا مدحت السيد مراسلنا في النادي الأهلي عرفنا يقربنا من المشهد بشكل أو بآخر. أهلا بك يا مدحت. أهلا بك علاء، تحياتي ليك وتحياتي الزميل إيهاب. على يمكن احنا خلاص يعني في بدا العد التنازلي لغلق لإلهاء عمليه التصويت في انتخابات النادي الاهلي، من المفترض ان هيتم ايقاف عمليه التصويت في 7 تماما وفقا لتاكيدات المستشار خالد عبد القادر رئيس لكن اللجنه. ما فيش اتجاه للمد هنا من قبل اللجنه المشرفه؟ لا ما فيش مد، هو المستشار خالد كنت بتكلم معاه من دقائق فقال لي ان الساعه 7 في حاله وجود اعضاء داخل المخيم اللي بيتم فيه عمليه تصويت سيتم امتداد الوقت لحين الانتهاء، لكن مش هيسمح لحد جديد يدخل الخيمه اللي بيتم فيها عمليه التصويت. تمام؟
علاء يمكن بقى عاوزين يعني اقول لك على الاحداث منذ الصباح. كان من المفترض تبدا عمليه التصويت في تمام التاسعه صباحا، ولكن تم تاجيلها او بدات في حوالي بالتاكيد التاسعه وربع بعد ان اصر كابتن المستشار خالد عبد القادر رئيس اللجنه ونائب رئيس النيابه الاداريه على ان يوقع جميع المرشحين في المحضر الخاص بفتح التصويت، واطمئنوا بعد ان قام بفتح جميع الصناديق لاثبات انها خاويه من اي محتويات، وبدات بعدها عمليه التصويت اللي شهدت وعلى غير المتوقع اقبال كبير جدا في الساعات الاولى، وده كان متوقع على الاطلاق. يعني دائما وابدا في انتخابات الاهلي بيبقى الاعداد بتزيد بشكل كبير جدا عقب صلاه الجمعه، لكن النهارده كان من الواضح ان الجميع حشد مناصريه، وجدنا اعداد غفيره منذ الصباح الباكر في النادي الاهلي، وعلى العكس يمكن عقب الصلاه العدد قل تدريجا، يعني تدريجيا بيقل العدد، وصلنا حتى من حوالي 15 دقيقه وفقا لتاكيدات سياده اللواء حسن مسعود مدير عام النادي الاهلي، قال لي ان العدد وصل اللي قبله باصواتهم حتى الخميس ونصف كانوا حوالي 13500 عضو من اعضاء الجمعيه العموميه، وقال لي ان العدد باي حال من الاحوال صعب مش هيزيد عن 15 ل 16000 يعني مش هيزيد عن الرقم ده. يمكن مدحت لو كان في انتخابات قبل كده في 2009 وكان الرقم الاكبر اللي وصل اليه اعداد الجمعيه العموميه المنوط بهم التصويت في هذه الانتخابات كان 20000 في الوقت الحالي وفقا لتقديراتك وفقا لكلام استاذ حسن مسعود مدير عام النادي الاهلي قال ان 12000. هل في توقع لزياده الاعداد في الفتره اللي جايه؟ لا لا، ما انا بقول لحضرتك علاء اللي من المتوقع يعني اقصى حد ممكن نصل ليه، انت بتتكلم في اقل من ساعه بقيه على على قفل باب التصويت، والعدد حوالي 13000 ونص، ممكن دلوقتي يبقى 700 او 800، فباي حد من الاحوال لن يتعدى ال 15000 عضوا او 16، يعني ده الحد الاقصى اللي ممكن نصل اليه، لان كمان خارج النادي الامور هدأت الى حد كبير وبشكل نسبي، الاقبال بدا يهدى بشكل كبير، المتواجدين داخل المخيم الانتخابي اعداد ليست بالكثيره حاليا بعد ما كان في حشود كبيره على مدار اليوم ووقت الظهيره بالتحديد، فاعتقد ان العدد لن يتعدى ال 15 او 16، واعتقد يا علاء وده وفقا لكل المؤشرات اللي كانت قبل اجراء العمليه الانتخابيه ده عدد كبير جدا لم يكن متوقع على الاطلاق، وده اللي اكده العديد من اعضاء الجمعيه العموميه، لان كلنا نعلم الملابسات والظروف اللي حدث الخاصه باجراء العمليه الانتخابيه في جميع الانديه خاصه النادي الاهلي، يمكن لم يتم الاعلان عنها الا منذ فتره يوما تقريبا، فالوقت كان قصير جدا فما كانش حد متوقع، ولكن دائما وابدا اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي دائما بنشيد بالمشهد الحضاري، وده بالتاكيد وبالفعل كان النهارده الجميع اشد العمليه الانتخابيه أدراك للغاية، رغم حدة المنافسة، منافسة محتدمة جدا بين قائمتي المهندس إبراهيم معلم والمهندس محمود طاهر، والشهادات الأولية إن الأمور ماشية يعني أوقات يبقى يتقال محمود طاهر متقدم، أوقات إبراهيم معلم متقدم، مفيش شك إن وجود كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب بجوار المهندس إبراهيم معلم منذ الصباح، يعني يمكن حضروا للنادي في العاشرة ونصف ومن منذ هذا التوقيت متواجدين جنبا الى جنب بجوار مهندس ابراهيم معلم، اضافوا الكثير للقائمه، بيحاولوا ان هم يعني يقنعوا الاعضاء بتصويت لهم، ايضا في الجانب الاخر المهندس طاهر كان بجانبه مهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ خالد درندالي، محمود الشامي عضو اتحاد الكره المصري، كابتن سمير زاهر، يمكن شفنا رموز كثير النهارده متواجده، الجميع تبارى في انه يكسب ثقه اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، ورغم كل هذا ورغم حده المنافسه وهتافات المؤيدين، وشفنا النهارده المزمار البلدي، وشفنا كل اشياء داخل النادي الاهلي، ولكن اجمع الجميع ان الاهلي بالفعل قدم شكل اذا مدحت جميع الاطراف ملتزمه الانديه المصريه لم يحدث اي شيء، الشيء الوحيد اللي عكر الصفو دي يعني الاقدار قد تدخلت فيها بشكل كبير هي وفاه احد اعضاء الجمعيه عبد الوهاب احمد حسين البالغ من العمر 71 عاما، كان توفى عقب صلاه الجمعه، كان متواجد في الحديقه المجاوره للاجتماع للنادي،
وتوفى اثر ازمه قلبيه وهو جالس على الكرسي يمكن. فدي كانت الواقعه المؤسفه اللي حصلت. و على الفور حضر الاسعاف وتم نقل مان، ده الحاجه الوحيده خلاص. لكن بشكل عام الجميع بيشيد بالجو الراقي اللي اهتمت فيه الانتخابات والذي نتمنى ان يستمر حتى انتهاء عمليه فرز التصويت. بالتاكيد في شخصيات بارزه كانت حريصه انها تكون موجوده النهارده. اشكرك جزيلا. بالنسبه للشخصيات او ابرز الشخصيات اللي حرصت النهارده تكون موجوده لمسانده الانصار ودعم القوائم اللي موجوده، عايز تعرفني بشكل اكبر على ابرز هذه الشخصيات اللي كانت حريصه على الحضور النهارده. دعم دعم علاء الشخصيات الابرز الشخصيات البارزه اللي كانت حريصه انها تكون موجوده النهارده في الجمعيه العموميه وتدلي باصواتها. كل اعضاء المجلس الحالي متواجدين بجانب قائمه المهندس ابراهيم المعلم فيما عدا خالد الدرندلي وخالد متواجدين بجانب المهندس محمود طاهر. زي ما قلت لك شخصيات كبيره في الوسط الرياضي، سمير، معظم اعضاء اتحاد الكره المصري، احمد مجاهد، محمود الشامي، شفنا اعضاء نائب رئيس الشرطه سعيد، شفنا بجانب ايضا الاستاذ ابراهيم المعلم ايضا كان ليه مناصرين سواء على مستوى المهندس محمود طاهر ومهندس ابراهيم المعلم، الاثنين بالتاكيد كان ليهم مناصرين يعني انقسموا، يعني انقسموا في مؤيد لهذا ومؤيد لذاك. يمكن زي ما قلت لك ابراهيم المعلم تعالى المجلس الحالي معاه نجوم سابقين في كره القدم، في المقابل ايضا محمود طاهر نفس الكلام معاه نجوم، معظم نجوم الكره خاصه النجوم المعتزله حديثا شاهدنا مجموعة كبيرة متواجدة شمحانة في صلاح الدين. شكرا زميل مدحت السيد من داخل أروقة النادي الأهلي ومتابعة لسير العملية الانتخابية في واحد من أكبر الأندية الإفريقية. بص علاء، هتلاقي زي ما بنقول الأمور هتلاقيها في بعض الأندية فيها شدة وفيها ملتهبة، وفي بعض الأندية هتلاقي فيها هدوء. إذا كانت انتخابات القلعة الحمراء حتى الآن كما أفاد الزميل مدحت السيد تسير بصورة طبيعية بصورة حضرية، فيبدو أن هناك مشاكل في الانتخابات التي توقعها الجميع أن تكون الأكثر سخونة وهي انتخابات نادي الزمالك. من هناك مباشرة معنا الزميل المتألق ماجد غراب يرصد لنا آخر المستجدات والأحداث التي تحدث داخل أروقة نادي الزمالك في الانتخابات القائمة. ماجد مساء الخير. مساء النور دكتور إيهاب، مساء النور أستاذ علاء، مساء النور للزميلين العزيزين ولكل مشاهدي سي دي سي تو في كل مكان. من هنا من نادي الزمالك القلعة البيضاء تستفتي انتخابيا على مجلس جديد يقودها لأربع سنوات، من المفترض أن يحدث ذلك، و العديد من الأحداث الساخنة سواء في الكواليس أو في مقر العملية الانتخابية. زميلي إيهاب من أين نبدأ؟ ابدأ بأهم ما تم رصده خلال الفترة الماضية، وكان هناك تهديد من المستشار سامح السعداني بإيقاف الانتخابات، هل تم إيقاف الانتخابات بالفعل ماجد أم أنها مستمرة حتى الآن؟ طيب أنا هبدأ معاك بالحدث الأهم اللي كان موجود بالضبط من حوالي ثلث ساعة، انتخابات نادي الزمالك. تفضل. بفرمان من المستشار أحمد السعداني رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، أصدر قرار الساعة 6 و8 دقايق بالضبط بأن يتم إيقاف الإدلاء بالأصوات داخل السرادق الخاص بالعملية الانتخابية. في 90 مستشار في 90 لجنة اشتكوا لرئيس اللجنة العليا للانتخابات من التكالب ومن الزحام الشديد اللي موجود ومن اعضاء الجمعيه العموميه في نادي الزمالك، وده مش مخليهم يقدروا يعملوا عملهم بالشكل الكافي. عشان كده كان القرار ان ايقاف العمليه الانتخابيه لمده 12 دقيقه او 14 دقيقه على اقصى تقدير. وسياده المستشار احمد السعداني يعني نادى في الميكروفون باستدعاء جميع المرشحين، لان في انصار كل المرشحين موجودين وموجودين كمان في مسافات قريبه للغايه، مما ينذر بحدوث اي مشكله اذا حدث ذلك. لكن حتى هذه اللحظه لا يوجد اي مشكله، حتى هذه اللحظه لا يوجد اي مشكله من الساده المرشحين، لكن الشكوى اللي تم بايقاف الانتخابات او الادلاء بالانتخابات بسببها كان بسبب التكالب الشديد على الساده المستشارين في ال 90 لجنه، وخلاص تم استئناف العمليه الانتخابيه، والمستشار احمد السعداني خاطب كل المستشارين في اللجان ان هم يستحملوا شويه الضغط، وخلاص فاضل ساعتين او اقل من ساعتين، فاضل ساعه ونص ويتم الانتهاء
من الادلاء بالعمليه الانتخابيه. لكن السؤال زميل ايهاب اللي بيفرض نفسه، بالتاكيد كل الناس بتسال عدد الحضور في الجمعيه العموميه في نادي الزمالك خاص لينا في سي بي سي 2 حتى هذه اللحظه، حتى الساعه 6:30 الى 5 تقريبا عدد الاصوات اللي تم تسجيلهم في نادي الزمالك في انتخابات نادي الزمالك 13700 عضو من اعضاء نادي الزمالك. فاضل لسه ساعه ونص زميلي ايهاب، وكمان عرفنا من الدكتور فؤاد عبد الباقي مدير مديريه الشباب والرياضه بالجيزه ان الساعه 8 بالظبط سوف يتم ايقاف العمليه الانتخابيه، ولو في بعض اعضاء الجمعيه العموميه لم يقوموا بالادلاء باصواتهم سوف يتم حصر هذه الاعداد داخل الخيمه الانتخابيه وسوف يتم اغلاقها وسوف يتم مد الوقت لبعض الشيء حتى ينتهوا من الادلاء باصواتهم. اذا ماجد اسمح لي، انت الان تؤكد ان يعني ايقاف الانتخابات كان لناحيه تنظيميه فقط ولم تحدث اي مشكله حتى الان؟ يعني عاوزك تحطنا كمان في الاجواء ماجد، هل هناك بعض المؤشرات التي ظهرت الان والتي يعني تميل الى جانب احد المرشحين على حساب الاخر، وخاصه في سباق الرئاسة المحتدم بين الثلاثي الدكتور كمال درويش، المستشار مرتضى منصور، والمهندس رؤوف جاسر، ولا العملية لسه محدش عارف هي رايحة لمين يا ماجد؟ طيب انا هقول لك جزء من الاجواء وجزء من الرد على السؤال. الحقيقه ان نادي الزمالك لا صوت يعلو داخل نادي الزمالك على صوت العمليه الانتخابيه. جميع الابواب في دعايه انتخابيه مكثفه للغايه ودعايه انتخابيه مبالغ فيها للغايه، الكل يحاول ان يستقطب اعضاء الجمعيه العموميه. جميع بوابات نادي الزمالك عليها دعايه انتخابيه، اعتقد ان هي كلفت ارقام كثيره للساده المرشحين. اعتقد ان في اشكال مختلفه من الدعايه، يعني ممكن تلاقي في سماعات ستيريو داخل نادي الزمالك بتنادي على بعض المرشحين، البعض بينادي لكمال درويش، البعض بينادي لمرتضى منصور، البعض بينادي لرؤوف جاسر. في اعداد كبيره جدا من الشباب بتيشيرتات بيضاء مكتوب كل واحد بيدعم مرشح بعينه، مكتوب اسم المرشح ومكتوب الرقم الخاص بيه. عاوز اديك الصوره كمان لشكل القوائم، شكل قائمه رؤوف جاسر، شكل قائمه مرتضى منصور، شكل قائمه كمال درويش، وزي ما قلت لك بالترتيب ده بالظبط وانت داخل على الخيمه الخاصه بادلاء العمليه الانتخابيه. اول قائمه تقابلك رؤوف جاسر، وبعدها بامتار قليله للغايه قائمه مرتضى منصور، وتكاد تكون ملاصقه ليها قائمه كمال درويش، وانصار كل هذه الجبهات موجودين عن مقربه للغايه. وهو ده اللي مسبب بعض القلق، لان باللحظه والثانيه محدش ممكن يعرف ايه اللي يحصل، فممكن يكونوا خايفين من تواجد انصار كل المرشحين في مكان واحد. لكن يعني ماجد انت تؤكد ان حتى الان العمليه تسير بصوره طبيعيه في جو من الالفه، في جو من المحبه بين كافه القوائم، وهذا ما نرتضيه. لكن دعني يعني انتقل بك ماجد سريعا عن ابرز الشخصيات التي ذهبت اليوم للادلاء باصواتها في انتخابات نادي الزمالك. وهناك خبر عن ان المشير طنطاوي القائد عام القوات المسلحه السابق او الاسبق وليس السابق هو قد ذهب اليوم ليدلي بصوته، فماذا عن صحه هذه المعلومه؟ الحقيقه يا هاب يعني انا نفس الخبر، انا كنت موجود داخل مقر نادي الزمالك بس بنتجول داخل نادي الزمالك، لكن انا لم ارى المشير طنطاوي بعيني شخصيا، لكن هذا الخبر سمعته من الكثير من الزملاء وانا بنقله زي ما بقوله ليك حرفيا. الكثير من الزملاء هنا اكدوا على وجود سياده المشير حسين طنطاوي، لكن انا ما شفتوش بعيني شخصيا. لكن هجاوبك على السؤال بالنسبه للمؤشرات، بالنسبه مين الاقرب للفوز رغم لسه فاضل ساعه ونص. الكلام على مين؟ الكلام بيقول ايه؟ اعضاء الجمعيه العموميه بتقول ان في صراع من عيار ثقيل بين كمال درويش وبين مرتضى منصور، وياتي من خلفهما رؤوف جاسر. وبالنسبه للعضويه فوق السن، في كلام ان هاني شكري بيفرق، في كلام ان احمد سليمان بيفرق، وبالنسبه للثلاث مقاعد الباقيين اللي فوق السن بيتنافسوا عليهم عن مقربها العديد من الاعضاء الذين يتنافسون على مقاعد العضويه فوق السن، زي الحاب ابو رجيله، زي ابراهيم عدلي، زي سيد متولي، زي مصطفى عبد الخالق، زي هاني زاده، زي عبد الله جورج. المقاعد تحت السن اعتقد ان احمد مرتضى برضه هو الاقرب بصوره كبيره، وفاضل مقعدين بيتنافس عليهم كريم انور ومحمد ابو سريع وشريف منير حسن ومصطفى العماري. واكد ليك ان كل هذه مجرد توقعات، مجرد تنبؤات، بنعمل استطلاعات مع كل الناس اللي موجوده، لكن اؤكد ان كل قائمه
سواء قائمة مرتضى منصور أو قائمة كمال درويش أو قائمة رؤوف جاسر عندها قناعة تامة أنها الأقرب للفوز وموجودة وبتدعو لنفسها بكل قوة وبكل حماس، والجميع بيتسابق لنيل ثقة الجمعية العمومية في نادي الزمالك اللي بتستحق منا سي بي سي 2 تحية كبيرة، لأنهم جايين وعندهم أمل ورغبة في اختيار مجلس من المفترض ان هم يمثلهم لفتره 4 سنوات قادمه. وانا بدوري يعني بديك تحيه كبيره جدا الزميل المتالق ماجد غراب اللي لازمتك على طول الكلام على مين، بكل تاكيد هتقول لنا الكلام على مين خلال الرساله القادمه. علاء انا برصد يعني سريعا جدا قبل ما هتروح لاحمد الكاس، يعني شوف الزمالك 13700 صوت، الاهلي 13500 صوت، المؤشرات يعني شوف القلعتين اللي حتى التنافس مش في الكوره بس، ده حتى في الانتخابات العمليه قريبه جدا، ده بيدل على ان في وعي على ما بين الجمعيه العموميه هنا وهنا وفي كل رغم الوعي الجمعيه العموميه وتفعيل دورها ده اساسي وضروري في اداره الرياضه المصريه بشكل عام. هي اقل من الانتخابات اللي فاتت كانت 25000 في 2009 في نادي الزمالك وايضا في النادي الاهلي تمام 20000، ولكن طبعا الظروف اللي بتعيشها البلاد فده كويس جدا. معانا احمد الكاس، خلينا نروح لاحمد الكاس نشوف احد انديه الصعيد فريق بني سويف ونشوف الانتخابات عامله ازاي هناك وكيف تسير العمليه الانتخابيه. زميل احمد الكاس ودكتور علاء مرتضى، بالتاكيد انتخابات ساخنه كعاده انديه الصعيد وكعاده الاجواء حاره من الصباح الباكر، ايضا هناك يعني اجواء تنافسيه شديده جدا داخل نادي بني سويف، واحد من اعرق الانديه في صعيد مصر، اسس عام 1928، ويمكن اللجنه الانتخابيه او عدد اجمالي عدد الاعضاء اللي ليهم حق حضور الجمعيه العموميه حوالي 4500 عضو من اجمالي الاعضاء لنادي بني سويف اللي عددهم حوالي 8000 عضو. يمكن بالامس كانت الجمعيه العموميه في جولتها الثانيه وحضر بالامس 2100 عضو، وتم الاتفاق واعتماد الميزانيه والحساب الختامي لنادي بني سويف في اجواء كانت هادئه بالامس، ولكن اليوم وطبقا لما حدده مجلس الاداره السابق واللي بيتابع العمليه الانتخابيه بالتاكيد تحت اشراف قضائي كبير من 10 مستشارين بيرأسهم المستشار غانم عبد الوهاب نائب رئيس هيئه النيابه الاداريه، وتسع مستشارين في 9 لجان زي ما يمكن واضح من خلال الكاميرا، 9 لجان يمكن متوزعه في كل لجنه مستشار، ويمكن كمان مديريه الشباب والرياضه كان ليها دور في البدايه في التجهيز لكشوف العضويه مع النادي. ويمكن يعني ابرز الحاجات اللي انا حابب اقولها ان الاستاذ احمد سرور مدير عام الشباب والرياضه في بني سويف وايضا احد رؤساء نادي بني سويف السابق الاستاذ علي محمد عبد العال، الاثنين لم تتيح لهم الفرصة ان هم يشاركوا في الجمعية العمومية لنادي بني سويف، وده بسبب ان هناك موعد محدد لانهاء عملية تسجيل الاعضاء ووضعهم في كشوف من لهم حق الحضور في الجمعية العمومية، لان ده كان محدد من قبل يعني اللوائح الجديدة اللي هي حددت من خلالها ان نادي بني سويف محدد له 7/3 كاخر موعد لتسديد الاشتراكات، ويمكن ناس كتيرة جدا لم تتنبه من اعضاء كتير من الاندية هذه الحالة. ويمكن هقول لحضراتكم إطلالة سريعة على بعض المرشحين ال 24 اللي بيتنافسوا بقوة خلال انتخابات نادي بني سويف لنيل شرف يعني مناصب عضوية ورئاسة مجلس إدارة نادي بني سويف لدورة جديدة من 2014 ل 2018. أقولهم لحضراتكم سريعا على منصب الرئيس بيتنافس 3 مرشحين، رئيس النادي الأسبق الأستاذ جابر سليم، وأيضا المرشح أو ما يطلق عليه بمرشح ممثل للشباب الاستاذ طارق ابو المكارم، وايضا الاستاذ عكاشه عبد السلام، دول 3 مرشحين على منصب الرئيس. على منصب نائب الرئيس 3 مرشحين ايضا الاستاذ احمد محمد جنيدي والاستاذ المنتصر علي والاستاذ نبيل نصر، ايضا على منصب امين الصندوق 3 مرشحين الاستاذ عادل محمد والاستاذ كمال الدين حسونه والاستاذ محمد ايهاب السيد، على عضويه فوق السن 35 سنه 10 مرشحين سريعا الاستاذ احمد سيف الناصر الاستاذ باهر بهجت الاستاذ طه مصطفى الاستاذ عادل احمد الاستاذ علي جابر الاستاذ محمد فاروق، وده كابتن محمد فاروق حكمنا الدولي محمد فاروق واحد من ابناء نادي بني سويف وايضا مرشح كابرز المرشحين وهو حكم دولي ومن ابناء واعضاء الجمعيه العموميه في نادي بني سويف، ايضا الاستاذ محمد محمود الاستاذ محمود عبد الرحمن، واخيرا الاستاذ وائل علي اللي قلت لحضراتكم ده واحد من المرشحين
في العضوية فوق السن، وفوجئ ان والده الاستاذ علي محمد عبد العال وهو كان رئيس بالتعيين في دوره من الدورات لنادي بني سويف، ولكنه لم يتمكن لسداده الاشتراك متاخر. هل بالفعل يا احمد الموعد المحدد ولم يتمكن من المشاركه في فعاليات الجمعيه العموميه اللي بالتاكيد كتير بيحرص ان هو يشارك فيها؟ اخيرا اعضاء تحت السن، الاستاذ احمد صلاح، الاستاذ امجد سمير، الاستاذ سيد سعيد، الاستاذ محمد خالد، الاستاذ مصطفى ثروت، الاستاذ ومراقب الحسابات وحيد على منصب مراقب الحسابات الاستاذ مصطفى محمد ابراهيم. دي كانت اطلاله سريعه على المرشحين ال24 اللي بيتنافسوا بقوه لنيل شرف عضويه ورئاسه مجلس اداره نادي بني سويف. زي ما قلت لحضراتكم الاجواء بدات من الساعه 9 صباحا، وزي ما حضراتكم متابعين معايا من خلال اللجان، خلاص دقائق بسيطه وستغلق يعني باب الادلاء بالاصوات. اللي داخل المجمع الانتخابي بس هم اللي بيتاح ليهم حتى امتداد لبعد الساعه 7. يمكن الساعه 7 هي موعد غلق يعني موعد غلق الادلاء بالاصوات، واي حد موجود داخل المجمع الانتخابي، وده اللي عرفته من المستشار غانم رئيس اللجنه القضائيه المشرفه على الانتخابات. اجواء هادئه، اجواء الان يمكن في الساعات الاخيره بعد طبعا انكسار حراره الشمس اللي كانت يعني من بدايه اليوم كانت قويه جدا، وفي ظل ذلك كمان حرص كتير من اعضاء نادي بني سويف ان هم يحضروا عشان يشاركوا في هذه الاحتفاليه والفعاليه القويه. يعني خلينا اقول لحضراتكم من خلال مصادرنا عرفنا ان حوالي تقريبا ما يقرب من 2000 عضو ادلوا باصواتهم من خلال التسع لجان اللي يمكن شايفينهم حضراتكم معانا من خلال الكاميرا، ويمكن كمان هنكون معاكم لحظه بلحظه من داخل انتخابات نادي بني سويف. وبعد يمكن اقل من ربع ساعه سيتم الانتقال بالصناديق صناديق الانتخابات وصناديق الادلاء بالاصوات. هنروح لمكان اخر محدد من قبل اللجنه القضائيه من قبل النادي لاجراء عمليه الفرز واجراء اعلان اسماء المرشحين والفائزين. بالتاكيد بنتمنى يعني التوفيق لنادي بني سويف، واحد من اهم الانديه في صعيد مصر. وبكده تكون يعني انتهت جولتنا الاولى وحديثنا الاول عن انتخابات نادي بني سويف. هل لديك اي مؤشرات احمد عن الاعداد عن النتائج، وهل من الممكن ان يكون هناك مرشح اقرب للفوز من خلال تواجدك مع اعضاء الجمعيه العموميه اللي صوتوا ادلوا باصواتهم اليوم؟ يبدو ان الاتصال متعذر مع زميل احمد. هل في مؤشرات اوليه حول المنتخبين او المرشحين، وهل هناك في مرشح اقرب من الاخر وفقا لمعيشتك؟ نعم. للاجواء الانتخابيه هل وفقا لمعيشتك للانتخابات؟ وانا يعني يمكن ما سمعتش السؤال. انا بتكلم عن الترجيحات او المؤشرات الاوليه باقتراب احد المرشحين من الفوز ومن خلال متابعتك للاجواء الانتخابيه. هو بالتاكيد طبعا المنافسه شرسه جدا بين كل المرشحين، واحنا يمكن ما نقدرش نجزم من الاقرب، ولكن بالتاكيد هناك بعض الشواهد اللي يمكن لاحظناها من خلال يعني كثير من الاعضاء استطلاع راي بسيط جدا. بالتاكيد يعني من لهم سابق تواجد في مجلس الاداره زي الاستاذ جابر سليم على منصب الرئاسه، وبعض المرشحين اللي يمكن كان لهم تفاعل بالتاكيد في الفترات السابقه، ولكن ايضا الكثير هنا في نادي بني سويف بيتوقع ان تكون في مفاجآت، وده اللي يمكن يعني هنشهده مع يعني لحظات فرز عملية الانتخابات. ويمكن كثير من الناس طبعا بتتوقع وتتأهب لانتظار عملية الفرز، ويمكن بالتأكيد طبعا كابتن محمد فاروق اعتقد انه له نصيب الاسد. كثير من الناس كانوا يعني جايين وبيدعموا حكم دولي بحجم محمد فاروق. يمكن كان لنا حوار مع كابتن محمد فاروق اتكلمنا معاه عن اسباب ترشحه وهل ده هيتعارض مع عملية التحكيم. هو قال انا حابب اخدم نادي بني سويف من خلال تواجدي من فترات طويله جدا كلاعب، ثم دلوقتي ان انا اتقدم لمنصب عضويه مجلس الاداره، وده مش هيمنعني من التدريب ومواصله عملي. وهو يمكن كابتن محمد فاروق فاضل له قرابه الموسمين تحكيميا، هيحاول يفيد نادي بني سويف من خلال علاقاته ومن خلال اتصالاته المختلفه لتنميه وتطوير نادي بني سويف اللي بالتاكيد اعضائه بيأملوا الكثير والكثير من هذا النادي العريق ومن كل المرشحين. شكرا لزميل احمد الكاس وتغطيه
لانتخابات نادي بني سويف، وتابعنا بكل واحدث المستجدات من خلال هذه الانتخابات. بيقول كمان خلاص يمكن قرب الساعه هيكون في فرز للاصوات اللي تصوتت على انتخابات مجلس الاداره، هيكون في تعرف على النتائج خلال الساعات المقبله. دكتور ايهاب، خليني علاء يعني تاني اذكر الساده المشاهدين، حتى الان في النادي الاهلي قرابه 13500 عضو ادلوا باصواتهم، في الزمالك 13700 عضو، بني سويف 2000 كما افاد زميل احمد الكاس، وفي الطيران 4000 صوت حتى الان. نانسي القاضي قالت لنا في السويس خلاص الانتخابات الفرز شغال دلوقتي. أكد أيضا أن توقف الانتخابات في نادي الزمالك لم يحدث بسبب مشكلة ما بين القوائم المختلفة، ولكن هو ناحية تنظيمية فقط. مستشار المشرف المستشار أحمد السعدني دعا إلى وقف الاقتراع داخل الصناديق وداخل اللجان من أجل تنظيم من يدلي بأصواتهم، وده شيء مهم جدا أن الناس عندها رغبة في التجديد، الناس عندها رغبة في الإدلاء بالصوت، الناس عندها رغبة في أن هي تختار من يمثلها خلال الفترة الماضية. وزي ما قلنا في بداية الحلقة أنا وعلاء، قلنا مش مهم مين اللي هيفوز، لان اللي هيفوز داخل عشان يخدم ناديه، وايضا الذي لم يوفق وداخل في المقام الاول والاخير ناحيه تطوعيه عاوز يخدم ناديه، فبالتالي اللي بيفوز بيحط ايده في ايد اللي ما لم يوفق من اجل خدمه الاعضاء الذين ذهبوا الى هناك، من اجل يعني مستقبل افضل للانديه المختلفه. هناك ايضا انتخابات حماية الوطيس في سبورتنج في الاسكندريه، وسنوفيكم باخر التفاصيل بعد قليل. اذا اكرر مره ثانيه هذه الاخبار التي وردت بان رئيس اللجنه العامه يهدد بايقاف انتخابات نادي الزمالك كانت بسبب ناحيه تنظيميه. وهناك تليفون ماجد غراب موجود مره ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. زميلي ماجد غراب مرة أخرى من القلعة البيضاء نادي الزمالك، وفي آخر اللقاء ده الأول وبعد كده اللقاء ده التاني يا عمر. هو طبعا لازم تعذرونا، بيبقى طبعا احنا بننقل من تأكيد. كل الانديه وبننقل زي ما انت عارف علاء لايف على طول مباشر، فبالتالي لازم بيحصل بعض اللخبطه في الامور، لكن انا بشكر كل الزملاء اللي هم النهارده تعبانين من اول الساعه 7 من اول اليوم بيتابعونا اول باول لغايه دلوقتي، يعني احنا هنا قاعدين مرتاحين بصراحه. هم هناك بيبذلوا مجهود كبير. بس خلينا نقول ان كان في شكوى مزمنه دايما من عدم الالتزام بالنواحي الدعائيه. احنا شفنا كل فنون الدعايه خلال هذه الانتخابات ومن خلال المتابعه، شفنا اللي بيوزع طيب. شنط وزوجات المياه. طيب ناخد جميل ماجد غراب مره اخرى. اتفضل. يعني خلاص فاضل تقريبا ساعه وربع ويتم الانتهاء من الادلاء بالاصوات، وسريعا من هنا من على المنصه الخاصه باللجنه العليا للانتخابات، من له حق الحضور كان العضو العامل الذي مضى على عضويته العامله سنه وسدد الاشتراك حتى 30/6، وطريقه التسجيل والادلاء بالاصوات لكل واحد معاه تحقيق شخصيه، رقم قومي او جواز سفر او رخصه قياده او رخصه سلاح او بطاقه عضويه، ولا يجوز الانابه او الوكاله في الحضور. وبدا التسجيل والادلاء بالاصوات من 9 صباحا وسينتهي في الثامنة، واحنا معانا سيادة المستشار أحمد السعدني نائب رئيس النيابة الإدارية وهو رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك. برحب بيك يا فندم على شاشة سي بي سي 2. وسهلا بيك وشاشة سي بي سي 2، أهلا وسهلا. كان في قرار مهم لحضرتك الساعة 6:08 بإيقاف العملية الانتخابية، وبعدها بربع ساعة حضرتك قررت إني خلاص تعود الأمور لنصابها الطبيعي، السبب؟ والله احنا بس حبينا نهدي الجو شويه، اللي انت عارف لما الانتخابات الساعه 8 بالليل، فكل ما بيقرب نهايه الانتخابات الناس بتبقى فيه يعني زي ما بقول توتر وتكالب، فانا حبيت اهدي الجو شويه عشان ما يحصلش توتر، لان انا حسيت ان الدنيا هاجت قوي، فحبينا نهدي. والساده المستشارين اعضاء هيئه النيابه الاداريه برضو قالوا ان في يعني ازدحام شديد بدون مبرر على اللجان الفرعيه، فانا رايت انه من الكياسه ان احنا نوقف التصويت شويه عشان النفوس تهدي زي تهديه اللعب في الكوره كده، والحمد لله دي يعني فعلا انتجت يعني نتيجه كويسه بان الناس هديت، وقلنا لهم ان انتوا ناس مثقفه وعلى مستوى عالي من الحضاره والمدنيه ونادي كبير زي نادي الزمالك، وكل واحد جاي وعارف هينتخب مين، فما فيش داعي يعني للتوتر المفتعل والكلام ده. والحمد لله الحكايه يعني اثمرت، وزي ما انت شايف دلوقتي سعادتك الجو هدي تاني زي الاول، يعني انا كنت دايما براقب الحركه
وهدي الجو. قبل كده برضو انا وقفت برضو التصويت يجي 5 دقايق في احدى المرات برضو على الساعه 4 كده برضو، لان انت عارف سعادتك كل ما بيجي الدور الناس كلها بتيجي بعد صلاه الجمعه والكلام. وجود عدد كبير من الساده المستشارين، يعني هيئه عليا من 3 مستشارين وفي 90 مستشار بيشرفوا على 90 لجنه، بيعني يعني حرص النيابه وحرص القضاء وحرصكم على ان العمليه الانتخابيه تتم بنزاهه كامله في نادي الزمالك. ايوه طبعا. حوالي ساعتك حاجه، هو معالي الوزير المستشار عنان عبد العزيز عناني رئيس الهيئه عندنا، والسيد المستشار مدير التفتيش احمد بيه شقور، كانوا حريصين جدا ان هم يلبوا رغبه نادي الزمالك في ان هم طلبوا الاستعانه باعضاء هيئه النيابه الاداريه، مستشاري هيئه النيابه الاداريه عشان يشرفوا على الانتخابات، وهم طبعا لا يدخروا وسعا في سبيل راحه للمجتمع، وكل ما بيطلبوا منا كلنا احنا في خدمه المجتمع المصري، فهو يعني استجابوا على طول وشكلوا لجان في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك وفي نوادي كثيره جدا، واحنا الحمد لله بتوجيهات وتعليمات معالي الوزير عنان بيه عبد العزيز وتوجيهات المستشار احمد صبري شقور نائب رئيس الهيئه مدير التفتيش قمنا بالكلام ده وبنهدي الجو. اخر سؤال، في تخوف من تقارب انصار المرشحين داخل الخيمه، هيبقى في قرار ان كله يخرج خلال وقت قصير؟ والله بالظبط كده ما تقول سعادتك، انا طبعا يعني طلبتهم كذا مره وفهمتهم ان احنا عايزين نهدي الجو عشان صالح العمليه الانتخابيه نفسها، وفعلا احنا اتفقنا معاهم ان هم هنخلي الساحه او محرم حرم الانتخاب بحيث انه يكون في مندوب عن كل مرشح وتقوم العمليه الانتخابيه والفرز في سهوله ويسر. نشكر حضرتك. عفوا حبيبي، شكرا لكم. معانا بالتاكيد كمان ممثل الجهه الاداريه وكيل وزاره في وزاره الشباب والرياضه مدير الشباب والرياضه بالجيزه الدكتور فؤاد عبد الباقي، وبالتاكيد انا شايف في حاله تركيز شديده. لكن اول سؤال، ماذا عن الحضور؟ في حضور قوي للجمعيه العموميه في نادي الزمالك، سجلتوا العدد قد ايه حتى هذه اللحظه؟ اهلا وسهلا بيك. اسمح لي بس اوجه تحيه تقدير لكل اعضاء الجمعيه العموميه بنادي الزمالك والساده المرشحين على هذا المظهر الحضاري الجميل من بدايه صباح اليوم حتى الان. وصل عدد اعضاء الجمعيه العموميه تقريبا الى اكثر من 13,000، واعتقد هذا مظهر ايجابي، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يستمر هذا الاداء بهذه الصوره الجميله ويكتمل تتويج هذا العرس بان احنا نعلن النتيجه، وكل من فاز نقول له مبروك. واعتقد انه من وجهه نظري هذه الصوره الموجوده امام حضرتك وامام كل المشاهدين، اعتقد ده انتصار للرياضه وللديمقراطيه وهذا المناخ الجميل اللي تمر به البلاد خلال هذه الفتره. يا رب ان شاء الله اليوم يخرج على خير وعلى سلامه لكل الاعضاء وكل المرشحين. زملائي في الاستوديو علاء مرتضى وايهاب الكومي، قبل ان ننهي هذا اللقاء عاوز اقول لكم وتكمله للكلام على مين في الرئاسه، الصراع بيشتد قوه بين كمال درويش وبين مرتضى منصور، يا ترى مين هيقدر على مين؟ مين هيكسب؟ اعتقد اني لسه طبعا الفرز هو اللي هيثبت، لكن الاجواء الانتخابيه هنا في نادي الزمالك ولا اروع ولا احلى ولا اجمل على راي الكابتن شوبير. ماذا سيحدث في الفتره القادمه؟ بالتاكيد سوف نتابع معكم. عوده للاستوديو. شكرا الزميل ماجد غراب، وعمل لنا تخيل وتصور بشكل كامل للامور هناك وما سترسي عليه الامور في انتخابات نادي الزمالك، ولان الانتخابات بشكل او باخر في منافسه قويه ما بين الدكتور كمال درويش والمستشار مرتضى منصور على مقعد الرئاسه، وياتي من بعدهم المهندس روف جاسر. راي انا عجبتني جدا حاجتين اتنين. رصدت الاول خبره المستشار احمد السعدان، تحس ان هو كان لعيب كوره قبل ما يبقى قاضي، تمام، متمرس عنده خبرات. لما قال لك من الخبره لما لقيت الاجواء مشتعله حبيت اهدي الملعب. وده تعبير جميل جدا. انتخابات انديه تعبير رياضي، تمام. اعرف علاء دايما ان الساعه الاخيره في الانتخابات او اللحظات الاخيره بتبقى هي لحظات الحسم، بيبقى لها التاثير الاكبر جدا جدا. المرشح اللي عنده قدره ان يبقوا انصاره موجودين
واللي هو لسه ما قدوش باصواتهم اللي هو زي ما قالك المستشار، لان حتى في اي انتخابات طالما انت موجود داخل حرم الانتخابات يبقى من حقك ان انت تدلي بصوتك، ما تبقاش موجود بره النادي، موجود جوه الخيمه. فمين اللي هيقدر يحشد اكبر قدر من انصاره خلال الفتره الحاليه؟ يبقى انا دلوقتي بحيي المستشار احمد السعداني المشرف على الانتخابات بنادي الزمالك على خبرته في تهدئه الاجواء. الحاجه الثانيه، لما الاستاذ فؤاد عبد الباقي مدير الشباب والرياضه بالجيزه قال المظهر حضاري، وده اللي احنا بننادي بيه، ولغايه دلوقتي انا في قمه السعاده ان كافه الانتخابات التي تجرى اليوم في الانديه التسعه تمر بصوره حضاريه تثبت ان احنا شعب متحضر، تثبت ان احنا شعب واعي، شعب عنده ادراك، عنده وعي، وده اللي احنا بنتمناه. احنا البلد دلوقتي في محك خطير جدا، فده بيديك مؤشر للانتخابات الرئاسيه والانتخابات البرلمانيه اللي جايه بعد كده ان احنا ماشيين على الطريق الصح. الناس عندها رغبة في الديمقراطية، الناس عندها رغبة في إثبات حضارة الشعب المصري، إن إحنا يعني شعب بيمتلك حضارة 7000 سنة، إن إحنا شعب واعي، شعب مدرك، فده أنا سعيد جدا علاء باللي بيحصل في الانتخابات حتى الآن. بالتأكيد كل ما بنعدي بولايات وبانتخابات ورؤساء جدد بيكون عندنا وعي وبيكون عندنا خبرة بشكل أو بآخر. نادي الزمالك عدى عليه 27 ولاية رئاسية، بدءا من تأسيسه في 1911 وحتى 2013 وتعيين مجلس دكتور كمال درويش. هنروح لفاصل ونكمل كلامنا على انتخابات الأندية وتحديدا الأهلي والزمالك. برحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، مستمرين معاكم أنا وزميلي علاء مرتضى في تغطية حية لانتخابات الأندية المصرية التي تجرى اليوم في العديد من الأندية، لعل أبرزها قطبي الكرة المصرية وقطبي الرياضة المصرية، الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي. وهناك أيضا انتخابات ساخنة الوطيس في العديد من الأندية الأخرى مثل الظهور والطيران وسبورتينج وبني سويف وأيضا السويس، ومعنا أيضا فاؤوس يعني هنا وهناك، معنا الزملاء وتغطية حية ومباشرة من كافة الملاعب. علاء، يعني زي ما قلنا 27 مجلس إدارة للزمالك 1911 تأسيس بالفعل حتى 2013 و414، قول يعني 103 سنة 27 رئيس نادي ومجلس إدارة. أولهم طبعا كان البلجيكي مزرياح هو أول من تولى الرئاسة، وكان طبعا محمد بدر أول رئيس مصري يتولى إدارة النادي، وأسماء عديدة لعل أبرزهم المرحوم محمد حسن حلمي الذي حدثت على يديه طفرة كبيرة جدا في نادي الزمالك وارتبط بالعديد من الإنجازات. يعني شايف الزمالك دايما زي ما بنقول بيبقى فيه صراع على الكرسي، دايما في صراع، ده ما بنلاقوهوش في نادي الاهلي اللي دايما بنضرب بيه المثل في النموذج السليم والصحيح للاداره. حتى واضح من عدد المجالس اللي توالت على مجلس اداره النادي الاهلي او نادي الزمالك 13 مقارنه ب 27 ده مؤشر برضه، يعني من ضمن المؤشرات اللي بتاكد على الاستقرار والالتزام بالمعايير. انت عارف ده يخلينا احنا معانا خبر علاء، الخبر بيقول ان يعني الطعون بتنتظر انتخابات نادي الزمالك من قبل ما الانتخابات تنتهي. من قبل الانتخابات، ما هو ده المشكله. يعني دايما يا علاء كنا بالنادي طالما اجريت الانتخابات لابد ان تكون هناك لجنه مشكله لتستقبل الطعون قبل بدء اجراء الانتخابات وبعدها على طول نشوف اللي هكمل معاك حديثي علاء في الموضوع ده، لكن خليني اروح لنادي بنقول عليه دايما نادي اولاد الزوات، من اقرب ومن اقدم الانديه في الانديه المصريه، تاسس 1899 نادي سبورتنج، ومعنا الزميل وليد السنوسي من الاسكندريه ليرصد لنا اخر المستجدات في انتخابات نادي سبورتنج. الجمعيه العموميه لنادي سبورتنج الجمعية العمومية لنادي سبورتنج الرياضي، من لهم حق التصويت كما أدلى بذلك الدكتور عمرو شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، 47418 صوت حضر حتى الآن، 19417 صوت قام بالتصويت بالفعل، قرابة 18000 صوت حسب الإحصائية الأولى التي خرجت. يرأس اللجنة القضائية العليا السيد المستشار محمد الزغبي،
والهيئة العليا للشباب والرياضة رئيس الدكتور عمرو شاوي. إكمال النهاردة يعني غير مسبوق داخل الجمعية العمومية لنادي سبورتنج، مرت العملية الانتخابية بهدوء تام في وجود المرشحين أو السادة المندوبين. بدأ فتح باب التصويت منذ الساعة 9 صباحا وأغلق الباب في 6 مساء، والآن تجرى عملية الفرز على الأصوات. يعني وليد تمت يعني اقفلت الصناديق وبدات الفرز حاليا في نادي سبورتنج. هل هناك مؤشرات ل يعني السبق لاحد المرشحين سواء كان في الرئاسه او على نائب الرئيس او من الصندوق، ام ان الامور حتى الان؟ مره ثانيه وليد، هل هناك مؤشرات اوليه لتفوق احد المرشحين على الاخر، ام ان الامور حتى الان ما زالت في الصندوق؟ استكمالا لكلامك دكتور ايهاب، لغايه ما يرجع لنا هيكون معانا. اوكي اتفضل وليد. اسمع ضيوف زميل وليد سنوسي، وصلك السؤال ولا اكرره مره ثانيه؟ وليد اتساءل عن بعض المؤشرات الاوليه في تفوق المرشحين على البعض، ام ان الامور ما زالت حتى الان في الصندوق لا يعلمها اي شخص. دكتور ايهاب الكومي، بنرحب بيك وبنرحب بالزميل علاء مرتضى. بنقول النهارده الجمعيه العموميه لنادي سبورتنج مرت العمليه الانتخابيه بهدوء تام، لم تسجل اي شكوى. هو طبعا زي ما قلت بتعذرونا. دكتور ايهاب تاني اسمع سامعك. يعني وليد اتساءل عن المؤشرات الاوليه، اذا كانت هناك بعض المؤشرات، هل هناك تفوق لبعض المرشحين على الاخر، ام ان الامور ما زالت في الصندوق لا يعلمها اي انسان حتى الان؟ دكتور ايهاب تاني مش سامع. يعني يبدو ان هناك يعني خطا، سنتوالى طبعا ونوالي الحديث مع وليد السنوسي بعد قليل. دي انتخابات اللي بنقول عليها، قلت ولاد الزوات على سبورتنج. ما هو دايما لما تتكلم عن هليوبلس والقاهره، تتكلم عن الجزيره، تتكلم عن الصيد، تتكلم عن سبورتنج. لكن السنه دي كان الامور مختلفه شويه، كان في بعض المشاحنات وده مش متعود عليه العضو داخل نادي سبورتنج. لكن زي ما قال وليد السنوسي ان الامور تسير بشكل طبيعي، تسير على ما يرام وفي التزام. اهم حاجه الالتزام بشكل او باخر، ان يكون في التزام بالمعايير اللي بتحددها اللجنه المشرفه على الانتخابات، وكل يلتزم بيها سواء من قبل المرشحين او المناصرين لهم بشكل او باخر. لان ده كانت شكوى المعظم في معظم الانديه، كانوا بيتكلموا عن الالتزام داخل الخيمه الانتخابيه، ان كل يكون ملتزم. كان من ضمن يمكن تعليقا على اولاد الزوات في سبورتنج واسلوب الدعايه من قبل بعض المرشحين، كان في توزيع لاجهزه بلاي ستيشن هناك، مش عارف وليد يعني كنا ودينا الاولاد بقى. سبورتنج كان خد لسه واخد كاس مصر للسله على حساب الدوري السنه دي، في تفوق جدا في الباسكت السنه دي، يعني حتى من الموسم الماضي. وسبورتنج مهيمن على كره السله في مصر، وده طبعا ببقى سعيد. الاسكندريه طبعا زي ما انت عارف من ايام مدحت ورده واتحاد اسكندري مرتبطه جدا وعاشقه للباسكت. طبعا كنت بتكلم انا وانت علاء عن التوالي المجالس الادارات هو في نادي الزمالك، وبالنسبه للنادي الاهلي كنا بنقول ان هو لازم قبل بدايه الانتخابات تكون هناك لجنه مشرفه، يعني تنظر في كل الطعون المقدمه، فاذا اجريت الانتخابات لا يجوز الطعن عليها امام اي محكمه اخرى. وده اللي احنا بننادي بيه، عشان مش كل شويه نغير مجلس والامور من وقت للتاني تلاقي المجالس بالفعل. من سبورتنج خلينا نروح لبني سويف، وتم اغلاق الصناديق هناك. زميل احمد الكاس هناك لمتابعتنا ويجعلنا عن قرب من مشهد الانتخابات وكيف تسير الانتخابات هناك. زميل احمد، يعني الان ومنذ اقل من دقيقه تم اغلاق باب الاداء بالاصوات داخل انتخابات نادي بني سويف، واعلن المستشار غانم عبد الوهاب رئيس اللجنه المشرفه قهريا على انتخابات نادي بني سويف غلق الباب. والان تتوجه اللجنه بكاملها العشر مستشارين الى احد القاعات الكبرى داخل نادي بني سويف لاجراء عمليه الفرز، وطبعا بالتاكيد يجري الان عمليه يعني عمل التوكيلات من قبل ممثلي المرشحين. كل مرشح يوكل احد يعني اقاربه او اصدقائه للدخول والتواجد اثناء عمليه الفرز داخل اللجان في اجواء هادئه. يمكن الكل مترقب عبر شاشات وضعت داخل او في منتصف نادي بني سويف الرياضي لعرض ما يجري على اعضاء الجمعيه العموميه اللي بيقضوا يوم من اجمل الايام داخل ناديهم العريق نادي بني سويف.
بالنسبة للمؤشرات الأولية هسألك مرة تانية بالتأكيد، أنت قلت إن في بعض المرشحين وقلت في اثنين هم الأقرب بشكل أو بآخر، شايف الأمور بترجح كفة مين أو بتميل الاتجاه أي منهم؟ هو بالفعل يمكن زي ما قلت حضرتك في البداية إن هناك تنافس شديد جدا بين الجبهة اللي كان لها تواجد في الأربع أعوام السابقة، ويمكن أحدهم ويمكن الأستاذ جابر سليم مرشح على منصب الرئيس كان متواجد ايضا في مجالس سابقة في منصب مختلف عن منصب الرئيس، لكن هناك منافسة ايضا مع من الاستاذ طارق ابو المكارم كأحد ممثلي الشباب لترشح في الانتخابات، ويمكن كمان ايضا زي ما قلت لحضرتك هناك العديد من اللافتات اللي تواجدت داخل نادي بني سويف للاعلان عن المرشحين والاعلان عن البرامج الانتخابية في اجواء تنافسيه شديده جدا، ويمكن يعني مع يعني الدقائق الاولى لعمليات الفرز هنكون معاكم لحظه بلحظه لنقد على يعني مدى يعني ازدياد الكفه او ترجح رجوع كفه احد المرشحين على الاخر خلال عمليه فرز الاصوات مع المستشارين داخل اللجنه، هنكون متواجدين لحظه بلحظه زميلي علاء زميلي ايهاب. أحمد من خلال متابعتك هل كان في مناقشة بينك وبين أعضاء الجمعية العمومية اللي أدلوا بأصواتهم النهاردة؟ إيه مطالبهم؟ إيه أمنياتهم من المجلس الجديد المنتخب لنادي بني سويف؟ شايفين إنه ممكن يحقق لهم إيه؟ ممكن يكون طلباتهم خلال الفترة اللي جاية وخلال الفترة الرئاسية الأربع سنين اللي جايين؟ هو بالفعل طبعا هناك احلام كبيره جدا لاعضاء الجمعيه العموميه في نادي بني سويف، الكل بيحلم ويمني الناس على تواجد كثير من الخدمات داخل النادي، ايضا فريق كره القدم هناك يعني مطلب ومسانده من اعضاء الجمعيه العموميه للمجلس القادم وطلبتهم ان هم يوفروا دعم كبير جدا ليكون نادي بني سويف ممثلا في الدوري الممتاز لفريق يعني بيتميز بتواجد عناصر كثيرة مميزة، أيضا حديقة النادي إقامة رحلات عديدة وتطوير البنية التحتية داخل نادي بني سويف، ده مطلب من أهم المطالب الجمعية العمومية، أيضا تكرار الرحلات الترفيهية للأعضاء سواء إلى القاهرة أو للمدن الساحلية، دي يمكن أبرز مطالب الأعضاء داخل نادي بني سويف زميل علاء. وأيضا طبعا يعني الجميل ان هناك روح جميله جدا بين اعضاء الجمعيه العموميه، الكل يعني يمكن في بدايه يعني مطلع اليوم النهارده كان هناك احتضان لمرشحين على الرئاسه الاستاذ جابر سليم والاستاذ طارق ابو المكارم، في ظل تواجد الاعضاء هم ارسوا من البدايه يعني روح التكاتف والمحبه، وده اللي انعكس اثره بالايجاب على اعضاء الجمعيه العموميه اللي شايفهم قدام عينيا دلوقتي بيمشوا ويترقبوا ويعني ماشيين في امان، وده اعتقد كمان يعني روح طيبه جدا في نادي بني سويف. زميل علاء كمان حابب اقول لك ان كان بالامس يعني هناك جمعيه عموميه في جانب اخر في من انديه الصعيد وهو نادي المنيا الرياضي، كان هناك منصبين استكمال في منصب الاستكمال للعضويه تحت السن، ولكن الجمعيه العموميه في نادي المنيا لم تكتمل بالامس، وبالتالي تم منح الصلاحيات الجمعيه العموميه لمجلس اداره نادي المنيا وتم الغاء عمليه الانتخاب. اشكرك زميل احمد الكاس من نادي بني سويف ومتابعه لاجواء الانتخاب وكيف تسير العمليه الانتخابيه في نادي بني سويف احد الانديه الكبيره في الصعيد ونادي المحافظه هناك، بالتاكيد انديه المحافظات بيبقى ليها طابع خاص في الانتخابات وفي سير العمليه الانتخابيه هناك. دكتور بني سويف انت عارف بتلعب في المجموعه الثانيه في القسم الثاني بمرانا كابتن محمد يوسف، وهي في المركز الثاني بعد الاسوط سبورت ومؤهله للصعود بكل تاكيد، والسبب طبعا اللي هو لعب في الدوري الممتاز. وخليني اقول لك علاء ان يعني خلاص احنا قفلنا للسنه دي وكل واحد ادى صوته. انا دايما بزور كل الانديه دي عشان شغلنا في القسم الثاني، بصراحه السيد جابر سليم عامل طفره كبيره جدا في نادي بني سويف، عشان كده ممكن اقول لك زي ما قال احمد الكاس ان المؤشرات الاولويه بتشير الى جابر سليم لانه عامل طفره حقيقيه هناك. لكن خليني من بني سويف الصعيد الى القاهره مره ثانيه، وثلاث لواءات يتنافسون على رئاسة نادي الزهور، اللواء أحمد زكي عبدين وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ السابق، اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، وأيضا اللواء عصام صيام رئيس لجنة الحكام السابق، ومن هناك الزميل جمال الدين محمد يرصد لنا آخر الأحداث في نادي الزهور. زميل العزيز جمال الدين مساء الخير. دكتور علاء اجواء وكذا اعضاء نادي
الانتخابات نادي يعني زميل جمال اتفضل. زميل جمال يا ريت تعلي صوتك عشان احنا سامعين اعتقد احد المستشارين يعني بينادي في الاعضاء بناحية تنظيمية، فيا ريت حضرتك يعني لو بعدت شوية عن المكان اللي فيه الصوت العالي وتقول لنا اخر ما لديك داخل نادي الزهور. اتفضل لزميلي جمال. يعلن البدري الضبع رئيس اللجنة العليا للانتخابات بغلق باب التصويت بالادلاء باصوات الانتخابات. يمكن شهدت اليوم اقبالا كبيرا حيث من المحتمل وصول الاعداد 1000 ليسر، وشهد النادي روح من المحتمل لاول مره أربع كاميرات أماكن سرية طيب زميل جمال، زميل جمال يعني احنا عشان نطلع الصوره واضحه للساده المشاهدين، وطبعا انا سامع المستشار البدري الضبع بينادي في الساده المرشحين، يا ترى هو بيطلب منهم ايه في هذه اللحظات بعد غلق الصناديق؟ ايه اللي بيطلبه المستشار البدري الضبع حاليا؟ بيطلب من الاعضاء اعضاء الجمعيه العموميه الذين عدلوا باصواتهم الخروج من خيمه المتواجد فيها اللجان الانتخابيه حتى سيتم الفرق حالا معرفه رؤساء اللجان ومعهم مندوبين من الجهه الاداريه. طيب اشكرك زميل العزيز جمال الدين محمد من نادي الزهور، 13000 عضو حتى الان ادلوا باصواتهم. الجميل اربع كاميرات كما ذكر زميل جمال الدين بتنقل كل ما يحدث داخل اللجان المختلفه لاعضاء الجمعيه العموميه، دي هي الشفافيه اللي بنقول عليها، زي ما دلوقتي بني سويف احمد كاس قال شاشات عرض بتنقل فرز الاصوات لحظه بلحظه لاعضاء الجمعيه العموميه. معاك اكيد اخبار من النادي الاهلي علاء. خلينا نروح للنادي الاهلي، نروح للزميل مدحت السيد يطلعنا على كل ما هو جديد في انتخابات وكيف تسير العمليه الانتخابيه حتى الان في النادي الاهلي. زميل مدحت اتفضل. تعالي ليكم مجددا ايهاب علاء. يمكن احنا دلوقتي استاذ المستشار خالد عبد القادر رئيس اللجنه الانتخابيه في النادي الاهلي طالب بغلق الابواب الخاصه بالمخيم الانتخابي على الاعضاء المتواجدين داخل الخيمه، هم اللي هيكون لهم حق التصويت الى ان ينتهي اخر فرد من المتواجدين سيتم انتهاء العمليه الانتخابيه ويبدا على الفور او تقريبا هيبقى في استراحه من نص ساعه او ساعه الى ساعه وبعدها يبدا عمليه الفرز حوالي 109 او هم بالفعل 109 لجنه هيتم الفرز بعد انتهاء عمليه التصويت. الاعداد المتواجده داخل المخيم اعداد مش كبيره قوي ولكن ما يقلوش عن 500 فرد، بمجرد ان يدلوا باصواتهم سيتم غلق الصناديق الانتخابيه وهكون معاكم ان شاء الله ونبدا معاكم عمليات الفرز مباشره. ولكن هناك تعاون قائم، هناك انسجام وتلبيه لطلبات او لتعليمات اللجنه المشرفه على الانتخابات هناك، وفي تعاون من اعضاء الجمعيه العموميه ومن مندوبي المرشحين موجودين داخل القائمه الانتخابيه او داخل المخيم الانتخابي. في تعاون كامل زي ما قلت لك ما فيش اي شائبه تشوب في العمليه الانتخابيه، الجميع ملتزم تماما وبيمتثل لكل تعليمات اللجنه القضائيه المشرفه على العمليه الانتخابيه. الامور بتسير في يسر وسهوله تامه داخل المجمع الانتخابي، ما فيش اي مشكله خالص، بالفعل تم غلق الابواب وعلى الشهداء الاعضاء المتواجدون والان بيبنون بعمليه التصويت في ال 109 لجنه، وزي ما قلت لك يعني الامور مش هتتعدى تقريبا 30 دقيقه وهيكون الامر انتهى تماما ويبدا بعدها عمليه الفرز اللي هتستمر على ما اعتقد فترات طويله، لان زي ما قلت لك الاعداد مش هتقل عن 15 16 ألف، وهيبقى كل مرشح من الساده المرشحين لمندوب
في الفرد زي ما كان لي مندوب في كل لجنه لاثناء عمليه التصويت. فمجرد الانتهاء ان شاء الله هنوفيكم بنتائج الصناديق اول باول ان شاء الله. شكرا للزميل مدحت سيد من انتخابات النادي الاهلي، الانتخابات اللي هتفرز لنا المجلس رقم 14 في تاريخ النادي الاهلي اللي هيتولى قياده النادي الاهلي ومنوط به الكثير، حاله حال معظم الانديه اللي بتطمح وكلها امال وكلها احلام انها تحقق وترتقي بانديتها سواء على مستوى الالعاب الفرديه والجماعيه، ايضا على مستوى النواحي الخدميه داخل النادي الاجتماعي سواء بالنسبه للمطاعم والكافيتريات، صاله الجيمنيزيوم، حمامات السباحه. في اكيد في طلبات عده للجامعه اعضاء الجمعيه العموميه اللي من حقهم كل الحق انهم يكونوا موجودين في رحلات، في سفريات، في ندوات ثقافيه، في اشياء اخرى كثيره بعيده عن كره القدم ولكن مرتبطه بالنواحي الاجتماعيه. دكتور كل تاكيد زي ما قلت علاء هنتكلم عن الملفات اللي بتنتظر مجلس اداره النادي الاهلي القادم، ولكن خلونا ناكد مره تانية حاله وفاه واحده في انتخابات النادي الاهلي المهندس عبد الوهاب احمد حسين 71 سنه، يعني وفاه طبيعيه نتيجه هبوط حاد في الدوره الدمويه. اكرر مره ثانيه حاله وفاه داخل انتخابات النادي الاهلي المهندس عبد الوهاب احمد حسين 71 سنه نتيجه هبوط حاد في الدوره الدمويه. والانتخابات حتى الان في كل الانديه تسير بصوره طبيعيه سريعا من قاهرة المعز إلى جنوب مصر وإلى الحبة السوداء وأصحاب القلوب الطيبة. ومعنا على الهاتف الأستاذ عز الدين عبد العزيز الصحفي بجريدة الأهرام يرصد لنا آخر الأحداث في انتخابات نادي أسوان التي تجرى اليوم. مساء الخير أستاذ عز الدين. أستاذ عز الدين عبد العزيز، استاذ عز الدين بين حب يريح اعصابه شويه. على استاذ عز الدين عبد العزيز يبقى الاتصال قطع مره ثانيه هنرجع. طبعا في اسوان يا علاء سريعا مقعد الرئاسه المستشار شفعي صالح وكان رئيس نادي اسوان في فتره من الفترات، وايضا الاستاذ حسن عبد القادر على مقعد النائب ادهم ذهب وصلاح سموره على مقعد امين الصندوق حفظي سيد وحماده صالح. مقعد الادويه بتنافس 13 عضو، خمسه منهم بقيمه المستشار الشافعي صالح تحت السن وثلاثه بقيمه الاستاذ حسن عبد القادر وسبع اعضاء فوق السن لاختيار خمسه منهم. لكن اؤكد مره ثانيه من خلال الرسائل المتتاليه التي ترد الينا من كافه الانديه والتي نشكر عليها الزملاء الاعزاء على المجهود الكبير الذي يقومون به من داخل هذه الانديه. الانتخابات حتى الان في كافه الانديه المصريه تسير بصوره طبيعيه وتعكس حضاره الشعب المصري وحضاره ابناء مصر الذين صمموا اليوم على الخروج للادلاء باصواتهم وكانها بروفه للانتخابات القويه سواء الانتخابات الرئاسيه والانتخابات البرلمانيه القادمه. الكل يامل في اختيار من يمثلهم خلال الفترة القادمة ومن يحقق لهم الآمال والطموحات. الكل في منافسة شريفة، لا يهمنا هنا من يفوز ومن يوفق ومن لم يوفق، ولكن المهم أن تسير الأمور بهذه الصورة التي طالما لدينا بها وهي أن تكون الصورة حلو. عاد إلينا مرة ثانية الزميل عز الدين عبد العزيز الصحفي بجريدة الأهرام. مساء الخير يا أستاذ عز. مساء النور أستاذ إيهاب، أهلا بك. أهلا بك. تحياتي وتحيات الزميل علاء مرتضى. يعني تضعنا في آخر المستجدات في انتخابات نادي أسوان، هل تم إغلاق الصناديق أم أن الاقتراع حتى الآن ما زال قائما؟ لا، الاقتراع لا زال قائما، بقي حوالي 45 دقيقة يغلق باب التصويت باب اللجان، وقد يمتد التصويت إلى بعض الوقت لوجود بعض الناخبين لسه لم يطلب أصواتهم داخل اللجان وفي محيط النادي داخل محيط نادي أسوان. قول لي عدد من أطلب أصواتهم حتى الآن، عندك إحصائية ولا لسه الأمور لم تكشف بعد؟ يقتربوا من 3000 صوت حتى الآن، واحتمال يعني هناك احتمالية بالزيادة خلال ال 45 دقيقة المتبقية. وماذا عن الأجواء التي تتم فيها الانتخابات حتى الآن؟ أجواء جميلة وهادئة ومحبة، وهو في تنافس ما بين قائمتين فقط في نادي أسوان واثنين أو ثلاثة من المستقلين، والحقيقة إن الأجواء يعني بيسودها روح الحب ومفيش أي مشاكل أو أي خروج عن النص في داخل نادي أسوان الرياضي، لدرجة إن القائمتين يعني واقفين بيستقبلوا الناخبين وهم متجاورين لجوار بعض يعني. ده الحب اللي طبعا بالنادي بيه يعني بكل ما هو جديد سوف توفينا به خلال الرسالة القادمة. الزميل العزيز عز الدين عبد العزيز الصحفي بالأهرام أشكرك شكرا جزيلا. شايف جو المحبة اللي الانتخابات، أنا كده هتشجع لنا ننزل الانتخابات طب طالما في حب كده، طالما في حب. تفضل علي.
عندنا سؤال النهارده بالتاكيد هتكون حريصين بالتواصل مع مشاهدينا من خلال برنامج الملعب، من سيستطيع حسم مقعد الرئاسه سواء على مستوى النادي الاهلي او على مستوى نادي الزمالك؟ مستنيين اجاباتكم تعليقاتكم كل استفساراتكم في هذا الصدد وهذا الموضوع من خلال الصفحه الرسميه للبرنامج على الفيسبوك، نعمل هاشتاج الملعب ELMALAAB. بالتاكيد هنكون سعداء للتواصل مع حضراتكم. خلينا ناخد بعض النماذج نستعرضها. دكتور ايهاب احمد العسوي بيقول المعلم ومرتضى، محمد حندوق بيقول ابراهيم المعلم ورؤوف جاسر، علي عطيه بيقول ان شاء الله محمود طاهر ومرتضى منصور، محمود عرفه بيؤكد المعلم ودرويش، يارا يوسف بتقول المعلم ومرتضى، شيرين غانم بتقول مرتضى وطاهر، احمد مشالي بيقول ان شاء الله مرتضى وطاهر، محمد ميتو بيقول ان شاء الله دكتور درويش، صاصه بيقول المعلم. دي كانت ابرز التعليقات اللي جات لنا على الصفحه الرسميه للبرنامج بخصوص الانتخابات ومن سيحسم مقعد الرئاسه سواء على مستوى النادي الاهلي او على مستوى نادي الزمالك. اراء كتير والناس حائرون يتساءلون رئيس القادم من يكون. لا لا ده انت ناوي بقى علاء مرتضى هيترك التقديم البرامج الرياضيه وهتتجه الى تاليف الشعر هنا خلال الفتره القادمه. يعني كل يوم من نفسه زي ما بنقول، كل واحد حابب ان يكون معاه الرئيس القادم الذي يهفو إليه قلبه ويهفو إليه نفسه ويتمناه. لكن كنا انفرضنا منذ قليل بأن السيد المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ذهب إلى القلعة البيضاء نادي الزمالك وأدلى بصوته في الانتخابات، وزميل ماجد غراب قال أن لم أشاهده بعيني ولكن هناك أنباء متواترة، ولكن أدي الصورة معانا. بشكر الزملاء في الإعداد والإخراج اللي على طول جهد كبير جدا. أدي أحمد مرتضى منصور وراء المستشار وراء المشير حسين طنطاوي بنظارته السوداء. وطبعا لما بيكون في شخصيات يعني عاشقة لكرة القدم والمشير طول عمره، يعني دايما كنا دايما في حرس الحدود وفي الجيش نلاقيه حاضر المباريات واحنا قاعدين، فبتبقى دفعة للرياضة. بشكر الزملاء في الإعداد على الصورة اللي وفونا بها دلوقتي المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق وهو يدلي بصوته في انتخابات نادي الزمالك. ولكن يعني لم هم بيقولوا لي ما فيش حد المرشحين كان ماشي وراه. ادى مين؟ ادى المستشار مرتضى منصور ولا ادى الدكتور كمال درويش ولا رؤوف جاسر؟ الله أعلم. كل واحد زي ما قلت واللي قلبه بيفو إليه وبيميل إليه على بالتأكيد. أنت رأيك ده مين؟ أدبسك أنا في السؤال. يعني الأصلح والأنسب الله. مش مشكلة الله على الإجابة. لا جميل اللي يفوز النادي فكرة جميل. اللي يفوز بالانتخابات النادي نفسه، النادي نفسه هو الأحق، هو اللي شايف أنه يستحق بشكل كبير من خلال أعضاء جمعيته العمومية يختاروا الأنسب الأصلح اللي شايفين أنهم من ممكن يعولوا عليها الكثير خلال الفترة الجاية، حقق لهم أملهم أحلامهم مطالبهم، ويشوفوا عندهم تجارب سابقة كتير. وأظن أن في بعض المرشحين كانوا موجودين سواء أعضاء في القوائم أو موجودين ويمكن كان في معاشرة أو خبرة معينة بقدراتهم وإمكانياتهم على الدفع للنادي بالأمل. لكن خلينا نصار بعض الأخبار المرتبطة بانتخابات النهاردة. يمكن نبدأ من انتخابات الطيران ومشاجرة بين المرشحين في انتخابات الطيران. نشبت مشاجرة بين مرشحين نادي الطيران المنصب الرئيس علاء عبد العال والنائب علاء هاشم، ده من طرف. من طرف آخر أيمن علي مرشح الرئاسة من جهة أخرى. خارج لجان الانتخابات كان في بعض المشادات مما دفع حسين إبراهيم المستشار حسين إبراهيم المشرف على العملية الانتخابية داخل النادي بوقف الإدلاء بالتصويت بشكل مؤقت لحين انتهاء المشاجرة. وأظن أن العملية انتهت، هذا التوقف انتهى وتم استمرارية الانتخابات بشكل أو بآخر. أيضا العليا للانتخابات تهدد إيقاف الاقتراع في سبورتينج، دي لجنة المشرفة على انتخابات سبورتينج هددت بإيقاف عملية الاقتراع والتصويت لتزاحم شديد للأعضاء، وطالبت اللجنة الأعضاء الذين انتهوا من عمليات الاقتراع بالخروج من أجل. أيضا من اليوم السابع كان في خبر بيقول اقتحام رأفت زكي أحد أعضاء نادي الطيران مقر فرز صناديق الانتخابات بعد قرار غلق باب التصويت، وحاول التعدي على موظف الجهة الإدارية والمكلفين بالإشراف على الانتخابات. هل الخبر ده مظبوط نانسي القاضي من الطيران؟ طبعا برحب بيكم زميلي كابتن ايهاب وكابتن علاء. يعني انا فعلا دلوقتي موجوده داخل نادي الطيران، وحتى الان بتتم عمليه الفرز من الساعه 3 مساء زي ما قلت لكم قبل كده. وفعلا كان في مشاده زي ما ذكرت ان كان في ازمه بين عضو جمعيه عموميه واحدى الموظفات اللي داخل اللي هي خيمه الانتخابات النهارده، والموضوع ده وصل ان هم وصلوا الامن واسم الشرطه لانه لم يطلع اي اثبات شخصيه له العضو الجمعيه العموميه.
رجع تاني نفس عضو الجمعية العمومية ده وتم الاعتداء على ضابط شرطة موجود داخل الانتخابات. دي كل الأحداث اللي عندي النهاردة داخل نادي الطيران. ولحد دلوقتي عملية الفرز مستمرة لسه ولا أي حتى مؤشرات أولية تبين النتيجة واصلة لمين. طيب نانسي، عضو الجمعية العمومية الذي اعتدى على أحد ضباط الشرطة، هل هو من المرشحين لمجلس الإدارة أم أنه فقط له حق التصويت؟ لا، له حق التصويت فقط، وهو حاول أنه هو يدخل. اللي حصل بالضبط أنه هو حاول أنه هو يدخل للموظفة ويقول لها أنا عاوز أترشح، قالت له اسمك مش موجود في الكشوفات، كان كلنا موجودين في عايز ينتخب كان عاوز ينتخب بالضبط كده، ولكن هي قالت له اسمك مش موجود، فابتدى ان هو يتعدى عليها لفظيا، واثناء القاضي طلب منه اثبات شخصيته ولكن رفض اعطائه اي اثبات شخصيه هويته، فتم الامن اخذه ووصلوا لقسم الشرطه، ثم عاود بعد انهاء المشكله للتعدي على ضابط شرطه موجود بالانتخابات. طيب اشكرك نانسي، وكان نفسي ان انت تهدي نفوس، لكن معايا على طول الى السويس والزميل حسن غنيمه من خط القناه ونادي السويس. وحسن، ماذا لديك الان عن اخر الاخبار وقد بدا فرز الصناديق منذ يعني ساعه تقريبا؟ ماذا لديك حسن؟ تفضل. دكتور ايهاب الكومي، برحب بحضرتك. احنا عندنا هنا في السويس 4 صناديق تم الانتهاء من الصندوق الاول اللي بيحمل اصوات قدامى اللاعبين وقدامى العضويات. الصندوق الاولاني حمل بوز المرشح على الرئاسه المهندس اسماعيل بدره اللي خد 76 صوت على حساب المهندس محمود عثمان اللي هو رئيس النادي الحالي اللي خد 57 صوت، ده كل ده الصندوق الاول وليست النتائج النهائيه. على منصب نائب الرئيس خد كابتن محسن خليفه خد 44 صوت، والاستاذ محمود الريدي خد 87 صوت، وكده يبقى الاستاذ محمود الريدي فارق عن كابتن محسن خليفة بحوالي 40 صوت. على منصب العضوية فارق كبير جدا، في حوالي 3 أعضاء ضمنوا بشكل كبير جدا مقاعدهم، وهم بسام حسني وسعيد إدو ويوسف عثمان، دول ضمنوا مقاعدهم بشكل كبير جدا على مقعد تحت السن. أيضا حمل 4 مرشحين المفروض احنا نختار منهم 3، في 3 منهم فارقين بشكل كبير جدا اللي هم طارق الفار ومحمد الخضري وباسم حسين، دول فارقين بشكل كبير جدا حتى الان. ده بعد فرز كام صندوق يا حسن لو سمحت؟ ده بعد فرز الصندوق الاولاني. الاولاني كده فاضل 3 صناديق وتنتهي عمليه الفرز. في حاله استنفار امني كده حوالين لجنه الفرز، وتم يعني الكابتن جمال حسن النبي مدير عام الشباب والرياضه طلب ان هو يخلي القاعه من الحضور عشان يعني تحسبا لاي اعمال او اشتباكات او مناوشات ما بين امصار احد المرشحين، عشان الامور تخرج بشكل كويس زي ما كان اليوم الانتخابي خرج بشكل كويس. وفي استنفار امني كده حوالين نادي منتخب السويس عشان يتم اعلان النتيجه بشكل امن. واحنا بنقول ان احنا قدامنا حوالي مثلا من دلوقتي ساعه ونعلن النتيجه النهائيه. هنكمل معاك، اشكرك شكرا جزيلا زميلي حسن من السويس. زي ما قال دلوقتي 4 صناديق، الصندوق الاول السيد اسماعيل بدر متقدم في الرئاسة على محمود عثمان 76 صوت مقابل 57، النائب محسن خليفة حصل في هذا الصندوق على 44 صوت مقابل محمود الريدي 87 صوت، فرق 40 صوت. 3 أعضاء ضمنوا زي ما بقول حسن غنيمة، بسام حسني وسعيد إدو ويوسف عثمان دو فوق السن، تحت السن طارق الفار ومحمد الخضري هم الأقرب للفوز. وبكل تأكيد متواصلين معاكم، لكن هنطلع فاصل ونرجع أنا وعلاء مرتضى نكمل معاكم كل الأخبار من هذه الأندية. مكملين مع حضراتكم مشاهدينا في متابعة لأحداث على سير العمليات الانتخابية في معظم أو في كل الأندية اللي بتقام فيها الانتخابات. خلينا نروح لانتخابات فأوس ومع الزميل وجدي عليوة الصحفي باليوم السابع، هناك يطلعنا على آخر المستجدات وكيف تسير العملية الانتخابية في نادي فأوس أحد أندية الدرجة الثانية في محافظة الشرقية. أستاذ وجدي. ايوه استاذ علاء، تحياتي ليك في البدايه استاذ علاء والدكتور ايهاب الكومي، ومحييكم على التغطيه المميزه للانتخابات المستجره في انديه مصر طوال اليوم.
اشكرك شكرا جزيلا. نادي فاقوس النهارده انتخب مجلس اداره، اعضاء الجمعيه العموميه انتخبوا مجلس اداره بالتزكيه، لم يترشح سوى 11 فرد فقط، هم الدكتور عبد الرحمن واكد في الرئاسه، الاستاذ الشبراء عبد العال نائبا للرئيس، اعضاء فوق السن الاستاذ ابراهيم الدسوقي والاستاذ عماد الصادق والاستاذ محمد عبد المنعم والاستاذ ابراهيم محمد اسماعيل والاستاذ احمد العمده. ثلاث اعضاء تحت السن الاستاذ علاء السيد والاستاذ محمد حماده والاستاذ محمود محسن. المفروض اعضاء الجمعيه العموميه اللي لهم حق التصويت في نادي فاقوس الرياضي 261 عضو، حضر منهم اليوم 180 عضو قبلوا بصوتهم، وصارت الانتخابات مش تعتبر انتخابات، هي تزكيه بس كانت اجواء جميله ومميزه. ونادي فاقوس بقاله 4 سنوات بيديروا مجالس معينه، كان اخرهم مجلس معين من 3 شهور من قبل وكيل وزاره الشباب والرياضه بالشرقيه، وكان الاستاذ السيد البرعي اللي كان ماسك 3 شهور، وكان قبليه مجلس معين لمده سنه كان بقياده عبد المنعم عيد. اذا رئيس منتخب من وجهه نظر الجمعيه العموميه افضل من رؤساء يتم تعيينهم من خلال يعني نقاشاتك مع اعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا موجودين هناك، شايف ان طموحاتهم وامالهم خلال الفتره اللي جايه عامله ازاي؟ اكيد في استقرار وفي سعاده، خصوصا اعضاء ومتابعي فريق نادي فاقوس الرياضي الذي ينافس في المجموعه الرابعه بدوري القسم الثاني من جهاز فني للاعبين لاداريين، لان المجلس المنتخب اكيد هيكون فيه استقرار مادي واداري ومعنوي، لان المجالس المعينه المتتاليه اثرت بالسلب على اللاعبين من مكافئات لرواتب اجهزه فنيه، اللي هم الفريق صعد من دور القسم الثالث لدور القسم الثاني كان الجهاز الفني بيتحمل بالشهور من غير رواتب واللاعبين. وجدي 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 عليه زميلي العزيز، يعني خلينا النهارده في الانتخابات نبعد عن الكره شويه، انت كنت عامل مجهود كبير جدا بشكرك عليه يا زميل عزيز وجدي عليه، وكان ايضا مصور لنا مباراه غزل دمياط والشرقيه اللي انتهت بفوز الشرقيه 4-0، لكن النهارده ممكن ما نقدرش نعرضها وهنعرضها بعد كده، وبنبارك لعماد دربالة المدير الفني. اذا عبد الرحمن واكد رئيس لنادي فاقوس بالتزكيه، وشبراء عبد العال نائب للرئيس، وابراهيم الدسوقي عماد الصادق، محمد عبد المنعم، ابراهيم اسماعيل، احمد العمده، اعضاء فوق السن، علاء السيد، محمد حماده، محمود محسن، اعضاء تحت السن، 180 عضو ادلوا بالاصوات او بالتزكيه من جمله 261 عضو. ده كان مجلس اداره نادي فاقوس. علاء، عاوزين نذكر الناس بالقوائم. انا هبدا بقائمه النادي الاهلي. طبعا عندنا قائمتين اثنين، قائمه الاستاذ ابراهيم المعلم اللي بتضم السيد ابراهيم المعلم على الرئاسه، ونائب رئيس الاستاذ محرم الراغب، امين الصندوق طارق انديل، العضو فوق السن مع حفظ الالقاب محمد شوقي، ياسر سعيد، سيد صادق، وليد الفيل، وهان عبد المنعم، والعضو تحت السن محمد سراج، محمد الجرحي، شيرين منصور، قائمه السيد محمود طاهر، الرئيس طبعا محمود طاهر، نائب رئيس احمد سعيد، امين صندوق مصطفى كامل زاهر، العضو فوق السن طاهر الشيخ، كابتن طاهر الشيخ، محمد عبد الوهاب، ابراهيم الكفراوي، عماد وحيد، وهشام العمري، والعضو تحت السن مروان هشام، رمضان شرش، ومحمد جمال هليل، ومهند مجدي. المستقلين طبعا بيقودهم نائب رئيس كابتن مجدي عبد الغني، العضو فوق السن صالح فرج وطه حسين، والعضويه تحت السن محمد مغربي، هيثم عبد الغفار، محمد عبد القادر. مراقب الحسابات 3 مرشحين، صف الله مصطفى، كمال عبود خليل، مصطفى شوقي، وفي حاجات كتير جدا ممكن نتكلم فيها في القيمتين، لكن حسيبك تستعرض قائمه نادي الزمالك ونرجع قائمه الاهلي نشوف ايه المفاجات اللي كانت موجوده فيه. اتفضل. تاكيد من الاهلي الى نادي الزمالك، وثلاث قوائم بتشارك في انتخابات لدوره رئاسيه جديده لنادي الزمالك خلال ال4 سنوات المقبله. بالتاكيد اليوم سيعلن من هو المجلس اللي هيتولى قيادة نادي الزمالك في الفترة القادمة. القائمة الأولى قائمة كمال درويش، مقعد الرئيس طبعا كمال درويش، نائب الرئيس عمر هريدي، أمين الصندوق طارق جبريل، أعضاء فوق السن هاني زادة وأحمد عبد الغني وجمال شعلان وهاني شكري، أعضاء تحت السن شريف منير حسن وسيف الدين، والإضافة إلى كريم أنور، مع حفظ الألقاب ومع حفظ الألقاب للجميع. قائمة مرتضى منصور، مقعد الرئيس مرتضى منصور، مقعد النائب أحمد جلال إبراهيم، أمين الصندوق حازم ياسين، أعضاء فوق السن كان محمود معروف وأحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق وسيد متولي، أعضاء تحت السن أحمد مرتضى منصور ومصطفى سيف العماري. يمكن قائمة أخرى وهي قائمة رؤوف جاسر، مقعد الرئيس طبعا مهندس رؤوف جاسر، نائب الرئيس يحيى مصطفى كمال حلمي،
اعضاء فوق لسان. عندنا اللقاء كمان من انتخابات نادي الزمالك وزميل ماجد غراب هناك، واحد اللقاءات مع استاذ جمال شعلان المرشح على فوق السن كعضو في مجلس الوزراء. لكن بالتاكيد العمليه الانتخابيه تزداد اشتعالا رويدا رويدا، ووصل الامر لاتهامات بالخيانه. الكلام مش كلامي، الكلام على مسؤوليه الدكتور جمال شعلان المرشح على العضويه فوق السن ضمن قائمه دكتور كمال درويش. مش هطول عليك لان الكلام فيه العديد من الاتهامات الواضحه والصريحه. دكتور جمال شعلان، اتهاماتك ايه لدكتور كمال درويش وقائمته؟ اولا اتهاماتي اللي انا بقولها قلتها بعد انتهاء الانتخابات، حتى لا يقال ان كلامي بيضرب حد، ده اول شيء. تاني شيء، انا ضمن قائمة الدكتور كمال درويش من اول يوم، وكنا متفقين وعدنا وقرينا الفاتحة على اننا نبقى مع بعض في قائمة واحدة. اتهموا بيه؟ بتهمهم كلهم بالخيانة. الدكتور كمال، الاستاذ طارق جبريل، الاستاذ عمر هريدي، الاستاذ هاني شكري، الاستاذ هاني زادة، الاستاذ مصطفى عبد الخالق. القوائم زي ما انتم شايفيننا، اربع خمس قوائم يكتب فيهم كلهم الا جمال شعلان، ويكتب اي حد تاني عشان يوقعوا الناس وهم بس اللي ينجحوا. ده مش نظام، ده مش الكلام اللي احنا قلناه اول ما بدأت الانتخابات ان الدكتور جمال كمال عايز يبدأ يعمل انتخابات نظيفة. لا، ده هي كانت فاكر ان انا اخلي الحرب بيني وبين مرتضى منصور حرب باردة. دكتور جمال، وانت بتتكلم واتهامات، يعني ايه دليلك؟ ايه سندك يا ريت توضحه للكاميرا؟ نفس الورق، نفس ادي قايمه لطبيعه الدكتور كمال، ادي ورق لطبيعه الاستاذ الدكتور كمال، ادي الثالثه، الثلاث ورقات كلهم مختلفين. طب يعني ومطبوعه في الفجر، يعني الورق ده انا من بالليل وانا عمال اقول لهم فين ورق القايمه عشان اوزعه بكره لحد ما استلمته الساعه 11. كلمني على الدعايه للحمله الانتخابيه لقايمه كمال درويش. هل انت دفعت قد ايه؟ مش هقول قد ايه، لكن دفعت فلوس عشان تتعمل دعايه، وقعدوا يقولوا لنا مش هنعمل يافط، اليافط دي ملهاش حاجه. جيت في الفجر النهارده لقيت النادي كله موجود يافط لهم هم بس، الوحيد اللي مالوش جوه النادي جمال شعلان. واثبت وخش شوف الصفات كلها. شكرا. دي اتهامات من الدكتور جمال شعلان لقائمة دكتور كمال درويش، اللي بالتأكيد هيبقى ليه بعد كده حق الرد. لكن خلينا نكمل معاكم أجواء العملية الانتخابية. حتى هذه اللحظة احنا بنرصد أعزائي المشاهدين فقط. عودة للاستوديو التحليلي. اشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز المتألق ماجد غراب، وكعادته دائما هو من المميزين في كافة التغطيات على كافة المستويات. بشكرك مرة تانية ماجد غراب. هي دي الانتخابات، يعني مش عاوز الناس تقلق، ولكن قبل ما اتكلم في دي هاخد مدحت السيد على الجانب الاخر من النادي الاهلي. واذا كانت هناك بعض الاتهامات بالخيانه داخل نادي الزمالك، فماذا عن الاخبار داخل القلعه الحمراء وكما يلقبها الجميع بقلعه المبادئ؟ الزميل مدحت السيد، ماذا لديك من اخبار الان؟ زميلي مدحت السيد على ما يرجع لنا الزميل مدحت السيد مرة تانية. هي دي علاء زي ما بنقول الانتخابات. سيد جمال شعلان بيتهم قائمة الدكتور كمال درويش. انت كنت لسه بتقرأ القائمة سبحان الله، وادي قال لك بينزل 1 2 3 قوائم مش مكتوب فيها اسم جمال شعلان. ممكن يكون حد عملها، ما يتوقع كل حاجة في الانتخابات، يعني ممكن قائمة تانية تكون زي ما الله ينور عليك عملت قائمتين ثلاثة بأسماء مختلفة وتشيل اسمك منهم وقدمها للناس عشان يحصل نوع من المشاحنات ما بين أعضاء القائمة الواحدة، وبالتالي يحصل انفراط العقد زي ما بنقول. فهي ده توقع أن الانتخابات بيبقى فيها كل الحاجة. أنا آسف في اللفظ اللي بسموها ألعاب شيحة. طب هنا المفروض المرشح بحجم أستاذ جمال شعلان ومعلن أنه ضمن قائمة الدكتور كمال درويش، بيرجع بيشوف مين المسؤول عن الدعايه، حاول يتاكد بشكل او باخر. الراجل بياكد من خلال لقائه مع زميل ماجد غراب، بيقول ان في مؤامره وفي خيانه واضحه ليه. عموما هنشوف هتسفر عن ايه الانتخابات، وبالتاكيد هنعرف الموضوع ده وهنفرد ليه بشكل او باخر
تفاصيل أكثر. خليني أقول، كان معايا خبر في النادي الأهلي إيقاف انتخابات الأهلي بسبب هتافات حمدي والخطيب. تفاصيل الخبر إن أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي قاموا بالهتاف لطبعا سيد حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب داخل لجنة الانتخابات، والقاضي المشرف على الانتخابات قرر إيقاف التصويت واشترط خروج جميع الأعضاء اللي قاموا بالهتاف خارج اللجنة لاستكمال عملية التصويت في أفضل جو مناسب. زي ما بقول دايما، هو ده الحب اللي من ربنا سبحانه وتعالى. تاني بالزملاء في الاعداد بيبلغونا ايه؟ تم اغلاق الصناديق، تم اغلاق الصناديق الان في النادي الاهلي كما اخبر الزميل لمدحت السيد الزملاء في الاعداد. مره تانية بقول ده الحب اللي دايما بيحظى به الكابتن محمود الخطيب، واحنا عارفين اثبت الكابتن حسن حمدي. مش عارفين هل هي هتصب في صالح السيد ابراهيم المعلم ولا في صالح السيد محمود طاهر. المهم ان العضو يختار بكل امانه من يمثله خلال الفتره القادمه. بالفعل دكتور اياب، زي ما اكدنا من شويه على ضروره الالتزام بتعليمات اللجنه للاعضاء الجمعيه العموميه، وايضا بالنسبه لمندوبي المرشحين ضروره الالتزام. كان في مشاكل كتير وفي شد وجذب كتير، يمكن من كلام معظم مراسلينا في مختلف الانديه في مشاكل كان ممكن نتلاشاها بشكل معين. يعني من ضمن التعليمات ان لازم عشان عضو الجمعيه العموميه يصوت في الانتخابات لابد ان يكون لديه الاي دي او الكارنيه الخاص بالعضويه، ومع كمان اثبات شخصية او البطاقة. يمكن كابتن محمود معروف النهارده لم يتم قبول تصويته النهارده بسبب عدم وجود تقريبا بطاقة شخصية بتاعته. كابتن محمود بقى على اساس ان يعني وهو مرشح وجهه بطاقة نفسه الكابتن محمود بالتأكيد بس القانون قانون بس زي بس كابتن محمود معروف قال ان دي دعابة زي ما مايكل بيقول على طول. ولكن كانت منشورة على بعض المواقع. عموما الفكرة نفسها فكرة الالتزام بالمعايير اللي بتحددها اللجنة المشرفة على الانتخابات لابد ان يلتزم بها الجميع حتى تمر الانتخابات بسلام على الجميع. طبعا قدامنا الفرز اللي بيتم الان في بني سويف، وزي ما زميل احمد الكاس قال ان في ثلاث شاشات عرض بتعرض مباشرة لاعضاء الجمعية العمومية في نادي بني سويف الفرز الذي يتم داخل احدى القاعات المغلقه، وده الاسلوب الحضاري اللي احنا بنقول بيه اللي قاعد بره يبقى مطمن ان كل صوت تم وضعه داخل الصندوق هو في امان كامل وفي امان تام، وان الساده المستشارين طبعا احنا القضاء بتاعنا قضاء نزيه ودايما عالي القامه وعالي الراس دايما بالنادي، وبنقول قضاءنا في خير ومصر دايما في خير. مرة تانية زميل العزيز علاء مرتضى، وزي ما بقول احنا اللي احنا عاوزين ثقافة الانتخابات عشان طبعا احنا بناخد دي بروفة زي ما قلت لك. انتخابات الاندية النادي كيان جزء داخل كيان كبير اللي هو مصر، داخل على انتخابات رئاسية على انتخابات برلمانية. يبقى انا رايح اللجنة عارف انا هأدي صوتي ازاي، مفروض عندي اثبات هوية يبقى لازم اروح باثبات الهوية بتاعي. غير كده ما ينفعش. انا بقى مشهور، انا نجم النجوم، القانون قانون. زميلي علاء مرتضى، انا يعني كنت متخوف من البداية في الحلقة لكن سعدت جدا، ومن افضل الحلقات اللي احنا قدمناها طبعا. انا مبسوط جدا وان شاء الله هنكون على تواصل مع الانتخابات ومع حدث كبير بهذا الحجم بالتأكيد يكون كلنا سعداء. هيبقى عندنا تواصل اعزائي المشاهدين في تمام 10:30 معكم لحظة بلحظة لاعلان النتائج من كافة الاندية التي تجرى بها الانتخابات. انتظرونا هنا في الملعب في تمام 10:30. ومرة أخرى أكرر الشكر لكل الزملاء الذين ساهموا معنا في نقل هذه الصورة من داخل الأندية حتى نلتقيكم في 10:30. أنا وزميلي علاء مرتضى دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ تأسيس نادي الزمالك قبل أكثر من 100 عام لعب في صفوف فريق كرة القدم بالنادي العديد من النجوم العرب والأفارقة الذين تركوا ذكرى طيبة في نفوس أنصار النادي، ويأتي على رأس هؤلاء النجم السوداني عمر النور.
ولد عمر النور الأمين في حي البيان في مدينة وادي مدن السودانية عام 42، وبدأ مسيرته مع كرة القدم في أشبال فريق الزهرة، ثم انتقل للنصر، ثم لعب لفريق الرابطة، ومنه لفريق التذكار في العاصمة الخرطوم، ثم لفريق البحراوي الذي قضى في صفوفه 5 سنوات قبل قدومه لمصر للدراسة. طبعا أنا ما عنديش فكرة على زمالك ولا أهلي ولا لسه يعني، فكان الصحبة المصرية بتيجي هناك، فكان أستاذ محب الشربيني يقول لي تعالى عمر، أي قول لي بص محمد رفاعي عامل إيه، طبعا أنا ما أعرفش محمد رفاعي، قول لي بص الضزو عامل إيه، وأنا ما عنديش فكرة عن الضزو، فبقول لي بقول له أستاذي، قال لي لا دي لعيبة كبار قوي قوي، أول صورة كانت لمحمد رفاعي ملاقى فيها بالظهير الطائر، كان طائر كده في الأبو، أنا قلت يعني ماشي حطير إيه يعني مش المهم، فوتها جالي وراني الدزوي نعلق كورة في الهواء ورشديدة كده وقف في سن الجزمة، الله في المصور، قال لي بص الدزوي بيعمل ايه، طبعا ده هو ساجي ما قدرش اقول له يعني الكلام ده مش معقول ولا مش معقول، طبعا انا لسه يعني الواحد برضو يعني 14-15 سنة يعني ما. المهم ما قلت له حاضر يا استاذ مش عارف ايه وبتاع، تشاءت الظروف ان انا 62 اجي مصر. بعد اسبوعين على وجوده بالقاهرة ذهب صحبة صديقه محمد رفاعي للتدريب في الزمالك للحفاظ على لياقته البدنية، فأعجب به مسؤول القلعة البيضاء وقرروا ضمه للفريق الذي دافع عن ألوانه بحب وإخلاص في الفترة من 60 وحتى 74. طبعا هناك انا كنت متضايق شوية وتعبان نفسيا وكده، فجيت مصر قعدت 7 ايام اكل وشرب ونوم، وبعدين ما اعرفش حته عشان اروح اقول المسار في الحته الفلانيه ولا لا، فقلت لهم يا جماعه انا يعني عايز اتمرن شويه على الاقل اجري، فبكري قال لي بقول لك ايه تعالى معانا نادي الزمالك، لنا مدرب سوداني هناك اسمه الكابتن علي شرف الله يرحمه توفى دلوقتي، كابتن علي شرف الدين، نقول له وبعدين تتمرن معانا، قلت لهم باش، خدت الحاجه بتاعتي ومشيت، شنطتي فيها لبسي، سلمت على الكابتن علي شرف، قابلنا الكابتن حنفي الله يرحمه، قال له كابتن بكر بقول له يا كابتن حنفي انا جبت لكم لعيب كويس جدا وهيعجبكم مش عارف، قال لي يا عم بكر انت كل سنه تجي لنا تاخد اللبس وما نشوفكش تاني والله العظيم، قال له لا يا كابتن لا ده كذا كذا، المهم انا ما نشوف، فرحت قال له ايه لا ليه مين محمد رفاعي وحسنين ونبيل نصير في الاوضه، سلمت عليهم واستقبلوني استقبال حار جدا زي اللي يعرفوني بقاله مليون سنه، سبحان الله يعني، وده اللي يمكن حببني اكتر خلاني ايه عشقت النادي اكتر. وزامل النجوم الكبار حماد امام ونبيل نصير وعبد نصحي وغيرهم من فطاحل جيل الستينات الذي حقق بطولتين متتاليتين في الدوري موسمي 63-64 و65-66 لاول مره في تاريخ النادي. جاء بقى الماتش بتاع توتنهام، انا كنت المفروض العب الماتش ده، بس ايه لو في بعض اللاعبين على راسهم كابتن صالح سليم الله يرحمه وشربيني والكابتن طه اسماعيل وكابتن عادل هيكل مين تاني يا رب وكابتن فناجيل الله يرحمه، الخمسه دول لو ما جوش عشان يلعبوا ضد توتنهام لعب عمر وكان يكون كابتن الفريق وخلاص يعني العمليه مش عارف كده، فهم دول جو انا ما لعبتش الماتش ده بعد على طول كان ماشي الترسانة. لا ينسى النجم الكبير أول لقاء رسمي له مع مدرسة الفن عندما أحرز 4 أهداف كاملة في شباك الترسانة وقاد فريقه للفوز 7 أهداف لـ3، كما تألق في مباريات القمة أمام الأهلي التي سجل فيها 5 أهداف منها هدف في الدور الثاني لموسم 66-67، قاد فريقه للفوز وأهدى بطولة الدوري للنادي الإسماعيلي. أول ماتش ليا في الترسانة هنا، طب يا جماعه وبعدين؟ قال لي انت خايف؟ قلت له يا كابتن انا مش خايف من الجمهور لان لعبت وسط جماهير كتيره ويعني استفدت فيه، لكن خايف زمايلي ما يفهمونيش، واول مره ترسانه تخسر من الزمالك 7 والزمالك سيب ترسانه 7، بيكسبها 1 بقلع الدرس، 2-1 وبعدين ايه؟ التيم بتاع ترسانه في وقتها اقوى خط هجوم في مصر. لعبنا ماتش بتاع كاس الجيزه بيلعب فيه فرقتين اللي هم في الجيزه زمالك ترسانه،
على ارضنا هنا. لعبنا كسبنا 4، ده اكبر مبلغ خدناه بعد الماتش على طول دايركت. يعني دخلنا الاوضه كابتن حلمي جاب قدم كل واحد 25 25 25 جنيه كويس جدا. جوهري وعمر وفاروق السيد كل واحد خد 5 جنيه او 10 جنيه مش عارف، قال الباقي يروح على البوسطه. بعد لقاء للزمالك أمام منتخب قطر أبدع خلاله الهداف الكبير كعادته، تلقى عرضا للعب في صفوف فريق الاستقلال القطري الذي تحول اسمه الآن لفريق قطر، ولعب في صفوفه 4 سنوات في الفترة من 75 وحتى 79، ثم درب في قطر وسلطنة عمان والكويت لفترة، وذلك قبل عودته لمصر وعمله في قطاع الناشئين والشباب في النادي طوال العقود الماضية. ربنا يولي من يصلح بالنسبه للنادي، لان احنا يعني اديك انت شايف النادي واللي فيه، احنا عايزين المجموعه اللي هتخش في الانتخابات تظبط الامور دي وتلتزم باللي بتقوله في الورق بس. انا اكتر من كده